مساك نور، نصيحة بايبي، خلينا نكبس ونشير بعد إذنكم. ايه، خلينا نشير ونكبس، تكبيس كتير مهم. يلا يلا حبايبي، شير وتكبيس، موجودين معنا. يلا حبايبي، يلا خلينا نشد تكبيس، خلينا نشد تكبيس وشير بعد الزوج لو سمحتوا، خلينا نشد تكبيس وشير. سلام المسيح، ازيك يا جو؟ سلام ونعم يا اختي، سلام المسيح معك. يلا حبايبي، خلينا نشد تكبيس وشير بعد الزوج لو سمحتوا. سلام عليكم، سلام صانع السلام. سلام ونعم سلام. يلا يا حلوين، يلا حبايبي، خلينا كلياتنا سوا بنشد نكبس وشير بعد الزوك لو سمحتوا حبايبي. يلا تكبيس وشير عشان نبلش الحلقة، 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق. كبر شاشة التكبيس يا حبيبي عشان نحط برنامج التكبيس. ما بقدر كبس أكبرها من عندي، يا ريت بالكنترول روم كبروها. أنا صح. يلا حبايبي، خلينا نشد تكبيس. شكرا. Thank you. Thank you very much. أعطيك البرنامج. بس لازم تساعدونا يا شباب. لا لا أكيد، ما عم بيأسروا الأخوة كلهم يعني. كمان هم من ضمن الخدمة عم يخدموا معنا. يلا حبايبي، يلا بعد 6 دقايق حنبلش الحلقة، لازم يكون وصلنا المينيموم، قطعنا 20,000 لايك لو سمحتوا حبايبي، معلش خلينا نتعاون سوا. مشاركات ونسخ الرابط لو سمحتوا، ننسخ الرابط ونعمل مشاركات. شير لو سمحتوا، اضغطوا ضغطة الثانيتين بس على الشاشة واعملوا شير لكل اللي عندكم على الليست. حلقة اليوم كثير مهمة حبايبي. أسرع طريقة للشير، ضغطة ثانيتين بس على الشاشة هيطلع لك كل الأسماء اللي عندك، اعملهم كل الشير، شير لكل اللي عندك على الليست. واللي عنده تليجرام، اللي عنده فيسبوك، اللي عنده أي برنامج يشير عليه كمان. مش شاير على الواتساب دلوقتي. على الفيسبوك فيكم تشوفوها، شاركوها من القناة الابي انسات، ابي انسات صفحة الابي انسات الفيسبوك، فيكم تشاركوا الحلقة. كتير ضعيف التكبيس حبايبي، كتير 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 ضعيف، كتير ضعيف التكبيس لو سمحتوا، خلينا نكبس بسرعة وبقوة لو سمحتوا، معلش خلينا نتعب على 10 دقايق إذا في مجال. يلا حبايبي، يلا مش التكبيس، بعد إذنكم حبايبي، بعد إذنكم. يعني أنا مش عم شوف القلوب، يعني عم شوف كل 3 4 ثواني قلب، إنه هذا الشيء دليل إنه ما في، يعني ما في تكبيس، ضعيف كتير.
اوكي، هو احسن طريقه للتكبيس من هنا من الشاشه، لان واتس اونلي يو كان سنت تو فايف خمسه بس. يلا هيك، برافو. ايه برافو حبايب، برافو، هيك افضل. حبيب خالو، انت حبيب خالو، صباح الفل. آمين. الموضوع مهم يا جماعة النهاردة، موضوع شيق جدا جدا، ويكون في أدلة كتير. يلا برافو، هيك هيك حلو، ها هيك حلو. يلا حبايبي، يلا هيك برافو كتير. يلا 5 دقايق، او ما في 5 دقايق، 3 دقايق لازم. اوكي، نوصل 15 او 20 ونبلش حلقتنا. طب نصلي سوا أبانا الذي أوكي. عنوان الحلقة على الشاشة حبيبي، صلب المسيح ما بين المسيحية والإسلام. أنا لازم أرجع تاني عشان في صدى. مش التكبيس بهالترنيمة حبيبي، الصلاة الربانية مش التكبيس لو سمحتوا. والقوة
يلا من جديد حبايبي، سلام ونعمه. خلي يلا حنوصل 15,000. ايه مين منكم حيبقى يفتح لنا الصلاه؟ جديديه او سام او اختنا ديفاين نزلت كعنا؟ لا، البنات قوامون على الرجال. اوكي. لا احنا عندنا الرجاله هم اللي يلا. طيب حضر، خلونا نقترع، خلينا نقترع نروح نسأل سعد بن معاذ. بس ممكن حد يشوف اذا كان ديفاين رفع ايديها ولا لا، لان ساعات تبقى رفع ايديها محد وبنبقى قاعدين مستنيين تحت. اهي طيب نقول له يا ابانا السماوي نعظمك ايها الاب. لا لحظه لحظه سام حبيبي، مش حنبلش هلا. مين بس بعد ما اقدم الحلقه مين حيصلي عشان بس اقدمها انت الا عنده دغري انت سام حتبلش؟ اوكي خلاص يلا. طيب خلينا نجهز نحن، كنا اذا جاهزين حبايبي. يلا مش التكبيس كمان، يلا لو سمحتوا حنبلش الحلقه. جاهزين؟ يلا 1 2 3. مساكم نور المسيح جميعا، سلام ونعمة رب المجد معكم جميعا احبائي، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج قضايا مصيريه من قناه الاراميه الفضائيه وجميع منصات السوشيال ميديا التابعه لقناه الاراميه. طبعا حبايبي عنوان الحلقه اليوم هي صلب المسيح ما بين الاسلام والمسيحيه. حنشوف هل صلب ام شبه لهم. طبعا في ادله ثابته عن صلب المسيح في القران وصلب المسيح في الكتاب المقدس. ونحن احبائي ما بنستشهد بالقران لانه بنؤمن فيه، ولكن نحن نحاجج اخواتنا المسلمين من الكتب يلي بيؤمنوا فيها. حنفتتح الحلقه بصلاه مع اخونا الحبيب سام، واهلا وسهلا بكم. نستمر بالتقديس حبايبي لو سمحتوا. تفضل سام، سلام ونعمه. أمين. نعم يا أبانا القدوس نعظمك يا رب، بارك اسمك القدوس، نشكرك يا رب على وجودك في وسطنا الآن يا رب. نطلب منك في هذا اليوم أنك تعطينا يا رب أنت كلمات، لأنك وعدت وقلت لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم. ها نحن يا رب نأتي إليك اليوم ونطلب منك يا رب أن تتكلم في وسطنا يا رب، أعطينا حكمة وكلمة يا رب عند انفلاح الفم يا رب. بارك هذا العمل، بارك كل القائمين عليه يا رب، أعطينا نعمة اليوم وأعطي لإخواتنا نعمة حتى يسمعوا ويفهموا ما نقول يا رب. ادينا أنت يا رب، أنت قلت الحصاد كثير والفعل قليلونها. نحن يا رب نأتي اليوم يا رب نطلب منك أن تقيم فعل يا رب من وسطنا لهذا الحصاد. نطلب منك بركة خاصة على كل العاملين وكل القائمين على هذا البرنامج يا رب. أطلب بركة خاصة لأختي جدغاية، بركة خاصة لأختي ديفاين، بركة خاصة لأخويا جو والدكتور باسم وكل اللي موجودين في القناة يا رب. بارك اسمك القدوس وأقول لك يا رب قدنا أنت اليوم، قدنا أنت القائد والمسير في هذه الحلقة اليوم. أشكرك يا رب، نطلب من أجل كل إخواتنا المرضى اللي بيطلبوا صلاة من أجل الشفاء، كل إخواتنا المتضايقين يا رب ابعد عنهم كل حزن وكل شر في هذه الأيام المقدسة. نسجد ونشكر اسمك القدوس. أمين امين امين. ربنا يباركك حبيبنا اخونا الغالي، سلام ونعم للجميع من جديد حبايبي. خلينا نشوف تكبيس. طبعا موضوع الحلقه حبايبي صلب المسيح ما بين المسيحيه والاسلام. طبعا يؤمن المسلمين الاحباء ان عيسى ابن مريم اللي هو المفروض يكون المسيح يسوع ابن مريم العذراء او مريم البتول لم يصلب، بينما من صلب هو احد تلاميذه يهوذا الذي سلمه لليهود او حتى للرومان اي شبيه له. حنشوف بالحلقه اليوم احبائي مع اخواتنا الاحباء اختنا ديفاين واختنا جديديه واخونا الحبيب سام، هل صلب المسيح حقا ام شبه له؟ ديفاين سلام المسيح، هل صلب المسيح؟ ديفاين يا بالطبع صلب المسيح، واحنا متاكدين من كده لان اصلا كل انبياء العهد القديم اتكلموا عن المسيح، واتكلموا كثيرا منهم اتكلموا برضو عن الصلب واحداث الصلب والظروف المحيطه بالصلب وحتى القيامه والصعود. كل حاجه حصلت مع المسيح كان في عنها نبوات، والمسيح جه علشان ينفذ النبوات دي. المسيح مش جه عشان ينتحر زي المسلمين ما بيعتقدوا، المسيح جه عشان ينفذ حكم كان المفروض يكون على الانسان، لكن الله دبر الخطه الخلاصيه منذ سقوط آدم وقال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية،
عشان كده المسيح جه من امرأة فقط من عذراء، والوحيد اللي جه من عذراء، علشان الناس اللي بتقول في ناس تانية لا، الوحيد، وأتحدى الوحيد اللي جه من عذراء هو السيد المسيح وحده. بحب برضو ان انا ابتدي الاول بضحد الأكذوبة الكبيرة اللي عايش فيها المسلم، لأن اللي كاتب القرآن أصلاً هو مزيف، هو مدعي إن هو الله علشان يضل الناس اللي المسيح جي علشان البشرية كلها، علشان يخلصهم وعلشان يفديهم وعشان ينجيهم من الشيطان ومن الخطية ومن الموت، الموت اللي دخل أصلاً إلى العالم بحسد إبليس. إبليس فشل في المحاولة الأولى، فشل إن هو ياخد آدم معاه في جهنم وإن هو يفني البشرية. طبعاً لو آدم كان مات بالفعل حسب خطة إبليس ما كناش إحنا بقينا موجودين النهاردة، وما كانش بقى في عندنا الخلاص المجاني اللي أعطاه لنا السيد المسيح، واللي إحنا عايشين على الرجاء إن إحنا نقوم زي ما هو مات وقام، إن إحنا برضو بعد القيامة دي وبقى بعد ما نقوم نموت أقصد هنقوم مرة تانية، لأن المسيح أخد جسدنا البشري ده مات بيه وقام بيه، عشان كده إحنا واثقين إن إحنا هنقوم بعد الموت وهنعيش مع المسيح الحياة الأبدية، لأن المسيح عايش إلى الآن وإلى الأبد، وهو اللي هيجي يدين العالمين، هيجي يدين الكذاب، النبي الكذاب اللي جه عشان يضل العالم. بعد ما جه المسيح بالخلاص جه بخطة تانية، يعني الشيطان في خطته الأولى كانت إن هو طبعا بحسده لآدم جه علشان يخرجه من الجنة، وكان هدفه إنه يفنيه، إنه يدمره ويدمر البشرية، لكن بمحبة الله القدوس، الله الحقيقي اللي جه واللي أصلا هو خالق الكون، علشان كده بيحب الكون وعايز بقاءه وعايزه الإنسان ينجو من الموت اللي دخل بسبب إبليس. فالشيطان كانت الخطة بتاعته التانية لما فشل في الأولانية بمجيء المسيح وبوجود الفداء، خطته التانية إن هو يجي في شكل إله عشان يضل العالم مرة أخرى. ما قدرش على آدم في الأول، لأن المسيح اللي هو آدم التاني جه وخلص البشرية، فجه في يعني الدهاء بتاعه والمكر بتاعه، لأن هو أمكر الماكرين وهو المضل وهو الذي يفتن ويغوي ويلقي البغضة والعداوة، وأرسل لنا الشياطين لتأذينا أذن. فطبعا أرسل لنا مين؟ أرسل لنا محمد علشان يبلغنا عنه، عن الشيطان اللي جاي عشان يهلك البشرية في خطته التانية بعد الخطة الأولى اللي كانت في خروج آدم من الجنة. الخطة التانية إنه جه في شكل إله علشان ينكر الفداء المجاني اللي أعطاه لنا المسيح بموته على الصليب وبخلاصه للبشرية، جاي هو ينكر هذا الصليب، وجاي ينكر اصلا الوهيه المسيح علشان يبين للناس ان ما فيش، ان الاله مش بيحبهم ولا حاجه زي ما الاله بيقول، الاله القدوس لا، ده ما جاش ولا اتصلب ولا عمل اي حاجه من ديت. فطبعا اهم حاجه عنده لانه شرير ولانه حاقد ولانه حاسد للبشريه عايز يهلكها، فعلشان كده بينكر الصليب وبينكر الوهيه المسيح علشان ينكر محبه المسيح للعالم، ان هو ليس لحب لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. المسيح جه علشان يورينا قمة المحبة، إزاي هو بيحبنا وقد إيه هو بيحبنا، لكن الشيطان بيعمل عكس كده، الشيطان بيكرهنا، الشيطان عايز يهلك، الشيطان بيفرح لما بيلاقي واحد بيقتل التاني، لأنه هو عايز فناء البشرية، عايز دمار البشرية. الإله الحقيقي يعني أنت لما بتخترع اختراع، هل أنت عايز تفسده؟ عايز تدمره؟ ولا أنت صاحب الاختراع عايزه يبقى وعايزه يزدهر وعايزه يستمر، لكن عدوك هو اللي جاي عشان يدمر لك هذا الاختراع، يدمر اللي أنت عملته واللي أنت تعبت فيه. الشيطان جاي عشان يدمر البشرية، جاه وبيقول أنه بيفرح لما يلاقي اتنين بيتقتلوا ويقول لك الاتنين رايحين الجنة، أنت جنتك جنة قتلة، جنتك جنة إرهابيين، جنتك جنة كارهين بيكرهوا البشر، ويقول لك إيه لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتمهم في الطريق فاضطروا لأضيقه. يعني أنت جاي علشان الناس تتحرش ببعضها، الناس تكره بعضها، إن ما يكونش فيه سلام، لأنك بتقول لا تبدأوا بالسلام، أنت مش بتدعو للسلام. إلهنا إحنا لا، إلهنا هو إله السلام، إله المحبة، إله التسامح، هو اللي قال
إن الله محبة ومن لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة. فإذن الشيطان الشرير جه علشان ينكر موت المسيح من أجلنا وخلاص البشرية، جه بالخطة التانية المدمرة اللي هو جاي بيها، وطبعا الضعفاء بس هم اللي تبعوه وهم اللي مشوا وراه وصدقوه، لأن هم عندهمش قوة الإيمان في السيد المسيح، ما عندهمش الرجاء في إن هم يقوموا. على أي أساس المسلم منتظر إن يكون له رجاء لو هو ما اعترفش بموت المسيح وقيامته؟ أنت هتقوم تاني إزاي؟ وأنت ليه أصلا ربنا نزل آدم ليه من الجنة؟ أكيد طبيعته فسدت، فعلشان يرجع تاني للجنة دي مش هيرجع بنفس الطبيعة، وإلا كان طلعه ليه من الجنة؟ كان خلاه بقى لو هو هيرضى بالطبيعة الفاسدة دي. لكن إحنا تجددنا بالمسيح، المسيح هو آدم التاني الذي بلا خطية والذي غلب الخطية والموت والهوية، وعشان كده إحنا ما كناش نجدد الطبيعة دي مش هنرجع تاني نعيش مع ربنا، ولا على أي أساس هنرجع وإحنا بالطبيعة الفاسدة؟ عشان كده كتابي بيقول إن الفساد لا يرث عدم الفساد، أنت رايح بجسدك الفاسد عشان ترث الأبدية هتروح بالفساد ده. طب ربنا نزلنا ليه؟ نزلنا عشان ما ينفعش ان احنا نعيش للأبد في هذه الطبيعة الفاسدة، لازم تكون في طبيعة جديدة في المسيح، طبيعة مجددة، الطبيعة اللي غلبت الخطية واللي انتصرت عليها واللي انتصرت على الموت وقام بيه، عشان احنا نقدر نقوم تاني من هذا الموت اللي أدخله إبليس. لازم نحيا في المسيح، لازم نرث المسيح، ولازم نرث الطبيعة الجديدة علشان نقدر نطلع تاني نعيش معاه. مش هينفع بطبيعتك الفاسده اللي افسدها اكتر الاسلام، اللي الشيطان جه وافسدها اكتر، بخلاك ارهابي، خلاك زاني، خلاك سارق، خلاك كذاب. الكذاب وكل كذاب هو الشيطان. فاذا انت خدت طبيعه الشيطان، انت حتى ما انتظرتش في الطبيعه الفاسده الاولى بتاعت ادم، ده انت زودتها بالشرور بانك عملت ضد اللي الله القدوس جه وقال علشانه. دلوقتي بس عايزة أدخل في الموضوع بتاعنا، عايزة أجيب الحاجات اللي بتثبت كذب أو تناقض الروايات الإسلامية عن صلب المسيح. يعني هبتدي بالآيات وبعد كده هجيب الأحاديث، أو نبتدي بالحديث اليتيم. الحديث بالسند بالكامل بيقول لي حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي الصاد يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللي قاله المسيح على الصليب لما اتصلب وهو بيموت على الصليب، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عشان تعرفوا أن محمد بينقل من الكتب بتاعتنا من غير ما يفهمها، ولأنه طبعا عقله مش دفتر زي ما بيقولوا، مش فاكر كل حاجة، فبيقول حاجة هنا ويجي يقول حاجة في قاعدة تانية، يقعد يقول حاجة تانية مضادة لها. ولأن الناس اللي بيساعدوه كتير، ومنهم يهود ونصارى، وحتى الفارسي اللي هو سلمان الفارسي جاب له القصة بتاع زردشت. فطبعا التضارب ده اللي أثبت لنا، يعني لولا أن الكتاب بتاعه اتجمع ما كناش هنشوف التضارب ده ونعرف منه الحقيقة، لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. فالتضاربات دي هتثبت لنا ان محمد بيكذب بيقول حاجة وبعدين يقول عكسها، وهي التضاربات دي اللي هتثبت لنا ان رغم ان هو شيطانه بيحاول ينفي موت المسيح وقيامته وبينفي لاهوت المسيح، الا انه غصب عنه مش برضاه طبعا، من خلال التناقضات دي بيثبت برضو لاهوت المسيح وبيثبت صلب المسيح. فأنا عايزة أعرف مين هو النبي اللي كان هو بيتكلم عنه بيقول إنه كان بيمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ودي موجودة في حتت كتيرة، موجودة في البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني وأحمد بن علي بن حجر، وموجودة في مسند أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد رقم 1792. بيقول برضك فيها يحكي نبيا يشبه ويصفه بحاله، وقيل أن المراد نبيا من بني إسرائيل، وكيل نوح عليه السلام. يعني عمالين يأولوا ومش عارفين مين هو النبي. فمين هو النبي اللي بيحكى أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، غير طبعا المقصود بها المسيح. وهنروح بقى للآيات اللي الأول هجيب الآية يا جماعة من نفس السورة، سورة النساء اللي هو بينفي فيها
صلب المسيح غريبة قوي، إنها بعد الآية اللي بينفي فيها صلب المسيح بعدها باتنين، يعني 157 بتنفي صلب المسيح، 159 اللي هي بتنفي إن هو مات، يعني 159 بقى بتثبت لنا إن المسيح مات. نقراها مع بعض، سورة النساء 157: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. دي اللي بتنفي، ويقول لك إيه: بل رفعها الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نشوف بعدها بقى في 159 بيقول لنا إيه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني تأكيد إنهم هيؤمنوا به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. شوفوا الترتيب، هيأمنوا به قبل موته، إذن هيموت على الأرض لأن ما فيش بشر إلا على الأرض، يعني هيبقى الفرصة أنك أنت تأمن أو تعمل أي حاجة هتكون على الأرض، يعني هو موجود على الأرض، هيأمنوا به قبل موته ويوم القيامة، وبعد كده تيجي بقى يوم القيامة فيكون عليهم إيه؟ شهيد. هنا واضح جدا إن اللي كتب ما كانش عارف هو بيقول إيه، وبينفي أصلا عدم الصلب بنفسه. ندخل على آيات تانية برضو، مريم 33 بيقول لنا إيه؟ وجاء عن لسان المسيح بيقول: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شوفوا الترتيب، يوم ولدت، طبعا أي واحد بيتولد الأول وبعد كده بيموت، ويوم أموت وبعد كده بيبعث حيا. لكن نلاقي برضو أن نفس الكلام ده عشان نثبت أن فعلا الترتيب ده صح، اتقال برضو في القرآن عن يوحنا المعمدان اللي هو عندهم اسمه سيدنا يحيى ابن زكريا: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نفس الترتيب يا جماعة في مريم 15: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني هنا معروف طبعا في الإنجيل وفي القرآن أنه يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا مات قتيلا على يد هيرودس. إذن طالما نفس الترتيب اتقال على المسيح، إذن المسيح مات وهو على الأرض، وموضوع أنه هو يبعث حيا دي المقصود بها أنه هو يوم الدين. وأنا مش فاهمة إزاي كان هو جاي الحكم المقسط والديان هو اللي هيبعث، ولا هو اللي هيجي بنفسه هيرجع تاني عشان يدين العالمين، بس ما علينا. الدليل اللي بعده: ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون. ودي البقرة 87. ده بقى بيأكد على أن في تكذيب لفريق وقتل لفريق آخر، في حين أنه موجود في القرآن فريقين بس اللي هو موسى وعيسى، فمين فيهم اللي تم تكذيبه ومين فيهم اللي اتقتل، مع أن احنا عارفين أن موسى لم يقتل. ده موجودة كمان في القرآن وفي الإنجيل. إذن هنا في اعتراف برضو أن الفريق اللي اتقتل هو عيسى. الدليل اللي بعده معرفش رقم كام، فالذين قالوا يا ريت بس بعد اذنك بس يا ريت نقسم مداخلاتنا يعني لمداخلات مثلا. لا بس دي الادله بتاعت النفي لازم اقولها ورا بعضها الاول. اتفضل سوري معلش يا سامي يا دجدايا. لا لانه راح نص ساعه من وقتنا، ما بعتقد حتلحقوا كمان يعني على الوقت. دقيقتين بس عشان يكونوا متواصلين ورا بعضهم. اتفضل. فالذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال: قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ودي في آل عمران 183. وطبعا معروف إن المسيح هو أكتر واحد جاب بالمعجزات والبينات حسب القرآن نفسه، وطبعا عندنا إحنا في الإنجيل أكيد، وهو الذي أنزل عليه المائدة من السماء بناء على طلب الحواريين، ودي موجودة في المائدة إن هو الحواريين طلبوا علشان يأمنوا بعيسى، طلبوا مائدة تجيلهم من السماء والمائدة نزلت لهم. تبقى كل الآية دي كلها بتتكلم عن مين غير عن المسيح واللي هو تم قتله
فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يا ريت المسلم يرد على نفسه بدي. واللي بعدها بيقول إسقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليهم مطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ودي في آل عمران 55 يعني ترتبوا كده الأحداث تلاقيه متوفيك الأول ورافعك. إذن هو مات الأول وبعدين رفعه لما إله بيقول رفعه إليه. والغريبة برضو إزاي يعني إزاي القرآن مستكتر إن الجسد اللي حمل المسيح إن هو لا يفسد، لأن هي عندنا إن قدسك لا يرى فسادا جعل عن المسيح، مع إنه ترك محمد يفسد ويتحلل ويموت ويعفن ولم يرفعه. إذن المسيح أعظم كتير حتى في القرآن. وفي المائدة برضو بيقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وطبعا غير اللي هي التفاسير اللي هي الطبري والقصص اللي بيخترقوها رغم ان الههم ما قالهمش مين اللي شبه بيهم وما قالش اي حاجه في الموضوع دوت. فازاي كمان ان الله ذراعه رفعت المسيح قدامهم وما شافوش ان هو يهوذا؟ يعني ازاي بيدعوا ان يهوذا في بعض التفاسير؟ طبعا انا مش عارفه مش هيكون في وقت طبعا عشان اقرا التفاسير، بس ممكن نخليها للمداخله اللي بعدها عشان نجمعهم مع بعض. شكرا لك. شكرا اختي. شكرا اختي. اخونا الحبيب سام، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، هل فعلا صلب المسيح ام شبه له؟ امين. سلام ونعمة محبة الله السلام. اكيد صلب المسيح وقام واقامنا معه. وعلى المحتجين او على اللي عنده ادله بغير ذلك فليتفضل. أستاذ سيد البخاري أهلا وسهلا بك، مستعد أعمل مع حضرتك مناظرة كاملة من 10 ساعات. هات لي كلمة واحدة في القرآن، كلمة واحدة في القرآن قالت أن المسيح لم يصلب. كلمة واحدة. أنت بتقول قطعية دلالة وعندي قطعية دلالة، هات الآية حضرتك وتفضل بيها. نص واحد من القرآن أنا مستعد أعطي لحضرتك 10,000 دولار أمريكي كاش، بس تجيب لي آية واحدة في القرآن بتقول لي المسيح لم يصلب. طيب، وقمة الكوميديا يا أستاذ جو، قمة الكوميديا اللي في العالم كله لما تيجي تتكلم مع أخ مسلم بعدين يقول لك إيه المسيح مش هو الله، تقول له ليه يا عم؟ يقول لك لأن هو الله ما بيموتش. طب الله ما بيموتش ماشي أوكي، طب أنت سيدنا عيسى مات؟ يقول لك لا سيدنا عيسى ما ماتش. يعني أنا مش فاهم التناقض، أنتوا ليه بتزعلوا قوي إن إحنا نقول إن المسيح مات؟ يعني كلمة المسيح مات دي بتزعجهم جدا جدا جدا، بينزعجوا لما نقول ان المسيح مات وبعدين يقول لك اصل كل نفس ذائقه الموت. طيب بما ان كل نفس ذائقه الموت، ايه اللي مزعل حضرتك من موت المسيح؟ هو لما بقول ان المسيح صلب ومات وقام، ايه اللي مزعل حضرتك قوي قوي قوي؟ وايه اللي بيزعجك؟ وايه اللي بيخليك تطلع تقتل في الناس وتشيل سيوف وتفجر في البني ادمين وتفجر في المسيحيين عشان بيقولوا ان المسيح مات؟ حضرتك بتفجر الناس وبتقتلهم عشان بيقولوا ان المسيح مات وقام. ايه مشكلة حضرتك مع موت المسيح وصلبه وقيامته؟ انا عندي الكتاب المقدس اكتر من 3/4 الكتاب المقدس بيتكلم عن الصلب والقيام. انت عندك كل نفس ذائقة الموت، طب ليه مستكتر قوي على المسيح انه يموت؟ يعني مش فاهم. طيب طبعا مش عاوز اخدكم في مواضيع تانية خالص، بس يا استاذ اتحدى كاتب القرآن نفسه، كاتب القرآن نفسه اتحدى انه يجيب لي نص من القرآن بيقول ان المسيح لم يصلب. طيب زي ما قلنا اكتر من 3 صفحات الكتاب المقدس بتتكلم عن صلب المسيح على يد بيلاطس البنطي، وقال لنا مين اللي حكم عليه ومين اللي صلبه ومين اللي كان معاه ومين اللي كان عن يمينه ومين اللي كان عن يساره ومين اللي كانوا واقفين تحت الصليب ومين اللي شاهد الحادثه. يعني انا مش قادر افهم لما يكون عندي كل هذه الادله ويجي واحد بجرد قلم ويقول لك ايه لا اصل ما قتلوه وما صلبوه. طب ما انا عارف، وانت جبت التايهه ما جبتش الدين من دينه، ما احنا عارفين ان هم ما قتلوه وما صلبوه، هم حكموا عليه فقط. شكرا حضرتك، أدلة براءة اليهود وصلت وشكرا. حكمت المحكمة براءة اليهود من قتل وصلب المسيح، بس هم اللي حكموا عليه. فأنا مش عارف حضرتك محامي خايب يعني معاشق محامي فاشل اللي يجي يقول إن المسيح لم يصلب أو المسيح لم يقتل. حضرتك نجحت في إنك تطلع اليهود براءة، بس ما نجحتش إنك تثبت إن المسيح لم يصلب. حضرتك محامي فاشل، أنت محامي فاشل. ليه بقى؟ لأن القرآن نفسه لم يقل إن المسيح لم يصلب. اهو طيب نروح على القرآن والآيات اللي في القرآن. سورة مريم السلام عليها وولدت ولم أموت ولم أبعث. يعني في 3 مراحل، اتولد وبعدين مات وبعدين هيبعث حيا.
طيب هيجي المسلم طبعا ويقوم رقعه ويقول لك لا اصل ده لسه هيحصل بعد مش عارف كام سنه لما ينزل ويجي يقتل الصليب ويكسر الخنزير، وهيجي بلطجي معاه بلطه ويمشي يجري ورا الخنازير ويجري ورا الخنزير يكسر الخنازير ويقتل الصليب. فلست ادري لماذا يخلق الله نبي بدون اب وبمعجزه ويعيش على الارض بطريقه معجزيه لم تكن له خطيه ولم يكن في فمه غشا. الكلام ده موجود في الحديث المطول بتاع الشفاعه، ان هم لما ذهبوا الى عيسى لكي يشفع لهم قالوا انه لم يذكر له ذنبا. في حديث اخر بيقول لك انه كل بني ادم ينخسه الشيطان، يعني السيد سيدنا النبي نخسه الشيطان، ابو سيدنا النبي نخسه الشيطان، ام سيدنا النبي نخسها الشيطان، جد سيدنا النبي، كل البشريه كلها نخسها الشيطان ما عدا مين؟ ما عدا عيسى وامه. طب ايش معنى عيسى وامه؟ ايش معنى عيسى وامه؟ عيسى وامه اللي من خصمه الشيطان؟ لا ندري. طيب في كارثه في القران الكريم بيقول لك ايه؟ سوره المائده قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله؟ أتحدى مؤلف القرآن أن يأتي لي بمسيحي واحد، أتحدى هذا مؤلف القرآن أنه يأتي لي بمسيحي واحد بيقول أن العذراء والمسيح إلهين والله ما فيش إله. يعني حتى هم لما جم يرقعوا يقولوا انتوا بتعبدوا الهه، قال لكم انت بتعبد الله والمسيح ومريم، ولكن هذا مؤلف القران لم يكن يعي ماذا يقول. الاستاذ اللي الف لهم القران بيقول لهم قال الله يا عيسى قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس؟ اصل الله ما يعرفش. طب مين للاسف الله ما يعرفش. يا سام حبيبي ما دام فتحت ايدنا سؤالي انا بحابب افهم مين اللي راح لعند الله وقال له انه عيسى عم بيقلنا هيك؟ ما هو الله ما هو معين مخبرين بقى، جايب مخبرين من اللي بيقطعوا الجورنال ويبصوا من خرم الجورنال. جاي مسرح شويه مخبرين تحت فطلعوا قالوا له تصدق ان عيسى الناس بتقول على عيسى وامه الهين؟ فهو ما يعرفش، الاستاذ ما يعرفش، الاستاذ مؤلف القران ما بيعرفش. فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله؟ وبيستغرب طبعا وعلم تستفهم بيستغرب بقى هذا الله بيستغرب. فقام سيدنا عيسى قصف جبهة على طول اديها له إيه في الثمانيات وهو جون، قال له ما قلت سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس الحق إن كنت قلته فقد علمته. الأستاذ اديها له في الثمانيات قال له لو أنا قلت كان المفروض انت تعرف، المفروض انك كلية المعرفة يا استاذ يا مؤلف هذا الكتاب الغريب، المفروض ان حضرتك تعرف. فشخصية عيسى ابن مريم كانت مجهولة بالنسبة لمؤلف القرآن، مؤلف القرآن لا يعلم اي شيء عن شخصية المسيح ولا يعلم اي شيء عن عبادة الناس للمسيح، لان الكتاب المقدس موضح لنا جليا انه مثلا هنقول في انجيل متى من الذاكرة كده متى 15:8-9 متى 15:8 كان بيقول لهم ان انتوا بتتبعوا اصنام الناس وقال له ايه وباطلا، كان بيتكلم عن الفريسيين ورؤساء الكتبة، قال لك ان هم باطلا يعبدونني بالشفاهة، باطلا يعبدونني. ده مين اللي بيقول؟ ده الرب يسوع المسيح. بيقول على مين يا جماعة؟ بيقول على الكتبة والفريسيين. هل كانوا بيعبدوك؟ ممكن تدوني الكاميرا لو سمحت عشان انا بحب اعرض كل حاجه انا بقولها. حاضر اتفضل. طيب متى 15 هنقرا اهو. حينئذ قال يسوع كتبه وفريسيون، يبقى الحوار كان مع مين؟ مع كتبه وفريسيون الذين من اورشليم، وقالوا لماذا يتعدى؟ وبعدين قال لهم في الايه رقم 8 قال لهم يقترب حسن تنبأ عنكم أشياء قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيد وباطلا يعبدونني. بوم وباطلا يعبدونني جوه جول. ده مين اللي بيقول؟ ده الرب يسوع المسيح بيقول إيه؟ باطلا يعبدونني. مين اللي كان بيعبدك يا رب؟ اللي كان بيعبده الكتبة والفريسيون بيعبدوه،
بس عبادتهم ليه عبادة باطلة؟ ليه عبادتهم ليك باطلة يا رب؟ لأنهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. هل في مسلم يتجرأ يجي يناقشني في هذه الآية؟ ما أقدرش، ما يعرفش، ما يعرفوش، ما يعرفوش. طيب نروح على سورة أيضا المائدة 117. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. خلي بالنا بقى من الكلام اللي جاي ده، عشان الكلام ده كلام كبير قوي 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 قوي. الكلام ده كلام كبير وهنحط فيه الاحزمه. عيسى بيقول له ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. ده مين اللي كان عليهم شهيدا؟ ده عيسى ابن مريم. من هو عيسى ابن مريم حتى يكون شهيدا على الناس؟ ما هي درجه عيسى ابن مريم حتى يكون شهيدا على الناس؟ لماذا عيسى ابن مريم شهيدا عن الناس؟ ما ندري. صباح الفل هلاكو الحبيب، لسنا ندري. ازيك يا حبيبي نورت. مين هو عيسى ابن مريم؟ هل عيسى ابن مريم ده نبي في اي بي؟ هل عيسى ابن مريم ده في حاجة لله؟ هل عيسى ابن مريم ده عنده شيء معين مخصص كده ربنا مخصصه له يخليه هو شهيدا على الناس؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. ليه يا عم؟ إشمعنى عيسى ابن مريم؟ ما ندري. وكنت عليهم شهيدا. ليه شهيد؟ ما دمت فيهم. الله، ما دمت فيهم يعني هو اترفع عنهم، يعني هو مات عنهم. فلما توفيتني، فلما إيه يا إخوة؟ توفيتني. ايه اللي حصل لما توفيته؟ كنت انت الرقيب عليهم. بوم. اذا عيسى ابن مريم كان هو الرقيب وهو الشهيد. فلما توفي عيسى ابن مريم اللي خد الشفت اللي بعده هو الله. يعني عيسى كان قائم بمقام الله في الارض. طب ما ده اللي احنا بنقوله. ايه اللي احنا قلناه غير كده؟ يعني مين اللي كان رقيب وشهيد على الناس في الارض؟ هو عيسى ابن مريم. طب ليه عيسى ابن مريم رقيب على الناس وشهيد؟ عيسى بيقول له فلما توفيتني، لما موتني، كنت انت الرقيب عليهم. طب مين اللي كان الرقيب عليهم قبل ما تتوفني؟ كان عيسى ابن مريم. طب اشمعنى عيسى ابن مريم؟ هل عيسى ابن مريم عنده امتيازات؟ هل عيسى ابن مريم عنده حاجات معينه مش عند حد؟ اشمعنى عيسى ابن مريم؟ ليه عيسى ابن مريم في اي بي؟ ما ندري. طب كيف هذا الاله، كيف يفكر هذا الاله؟ هل هذا الاله يعي ما يقول؟ لا يعي ما يقول. مؤلف القران لا يفهم ما يقول. في سوره البقره بيقول ايه؟ ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم بالبينات وايدناه بايه؟ بروح القدس. أيدنا بإيه؟ بروح القدس. طب إشمعنى عيسى ابن مريم الذي تم تأييده بروح القدس دون عن غيره من الأنبياء؟ ما ندري، ما ندري. وبعدين يكمل ويقول له إيه؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طب ليه أنتم مستنكرين ومستكترين على أن الرب يسوع المسيح تم قتله؟ انتوا بتدافعوا ليه عن قتل المسيح وبتقولوا ليه ان المسيح لم يمت؟ مع ان انتوا عندكم كل نفس ذائقه الموت، ايه اللي مزعلكم من موت المسيح؟ ما ندري. طيب قلنا اذ قال الله لعيسى ابن مريم اني متوفيك وارفعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. لو كان هناك محمد لقال الله، أو قال لنا مؤلف هذا الكتاب الغريب العجيب الرهيب، كان قال لنا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى أن يأتي محمد مثلا. يعني سلام حبيبي يا بشار، كان المفروض يقول لنا، ولكن لم يقل مؤلف القرآن، وقال إنه إحنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طبعا الادله كتير جدا جدا جدا، الشواهد كتير والايات كتير. هنتكلم من الكتاب المقدس شويه على ادله صلب المسيح. طبعا كنا قلناها في الحلقه مع استاذ هولاكو، هي في متى 27، واستحاله
استحالة أن يكون الجسد قد سرق، استحالة أن ما كانش في حد مدفون، استحالة أن يكون هناك أحد دلس على أي حد في الصلب وفي القيامة، استحالة استحالة مستحيل. الناس دي كانت جايبة كل ما يستطيعونه وكل ما استطاعوا عليه من حراسة عشان يحرسوا قبر. أول مرة في تاريخ البشرية قبر يتم حراسته، حراسة مشددة على قبر. يا إخوان اسمعوا، حراسة مشددة مش على بني آدم صاحي ولا على ناس قاعدين في بيوت، حراسة مشددة على قبر. قبر القبر بيتحط عليه حراسة مشددة. من الذي يضع حراسة مشددة على قبر ولماذا؟ عشان قالوا ايه ده، لو قام، لو فعلا لقينا القبر ده فاضي هتبقى الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. إيه هي الضلالة الأولى؟ إن هو قال عن نفسه إله. طب والضلالة الأخيرة هتكون إيه؟ الضلالة الأخيرة اللي هي لو قام من بين الأموات. طب شدوا تكبيس حبايبي، خلينا نوصل ل 100 ألف لايك لو سمحتوا حبايبي، ما بدنا نكسل أرجوكوا. رحمة الساعة من الوقت أكتفي بهذا القدر. اكتفي بهذا القدر في المداخله دي ونكمل بعدين عشان الكل ياخد فرصه. اتفضل. شكرا سام. قبل ما انتقل لاختنا الجديديه برجع بطلب منكم احبائي لو سمحتوا لازم نوصل ل 100 الف لايك، وخلال ربع ساعه الماكسيمو الماكسيمو لازم نوصل ل 100 الف لايك لو سمحتوا حبايبي. طبعا معنا اخونا الحبيب هولاكو كمان، سلام المسيح نورتنا حبيبي. وخلينا ننتقل لاختنا الجديديه، هل صلب المسيح؟ ما بين الإسلام والمسيحية، هل صلب في الإسلام وهل صلب بالمسيحية؟ جديدية تفضلي. الإسلام لم ينكر صلبه، بل بالعكس هو نوه له كثيرا يعني. أما في المسيحية هو أكيد صلب يعني لكذا سبب. أنا بس في أخ لنا مسلم تحت فبيقولك إزاي مقتنع إن إلهك اتصلب ومات، يعني أنت إزاي مقتنع بحاجة زي كده؟ إذا أنت يا مسلم عندك إذا كان ما تصلبش ومات يبقى إله، صح كده؟ شو ده المنطق؟ إذا المسيح إله بمنطقك أنت. لو أنت أنكرت إن هو مش ممكن يصلب ومش ممكن يموت ومش ممكن يحصل له، لكن ده بعث حيا. لكن كل الأنبياء التانية، كل الأنبياء التانيين تعذبوا عادي جدا. قولي العزم الأربع والخامس محمد كله تعذب، كل الأنبياء تعذبوا، اليهود عذبوهم واليهود قتلوا واليهود عملوا فيهم، إلا المسيح. عارفين ليه؟ لأن المسيح إله بقى بمنطقك. فده كلام يعني فارغ. لكن القرآن، لما نيجي نرجع للقرآن بقى الحقيقة، أصل دي البدعة الجديدة الإسلامية الإسلاميين بدعوها مؤخرا يعني. لكن تيجي بقى لمثلا تفسير ابن كثير للعمران 55 يقول لك كده، إني متوفيك، يعني إيه؟ أي مميتك. مش يجي يقول لك متوفيك ده يعني أنت نايم، لا حبيبي، هو بيقول لك أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه، قال توفاها الله 3 ساعات من النهار حين رفعوا الله إليه. وقال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق ابن بشر ابن إدريس عن وهب أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفع. طبعا موضوع ال7 ساعات دي بتاعت النصارى كذب يعني. وقال مطر الورق متوفيك في الدنيا، يعني هنا بيقول لك بيعترف المفسرين الإسلاميين الأوائل إن المسيح فعلا مات. فانت تيجي ازاي انت كمسلم وتقول لي لا ما ماتش؟ ده مكتوبه في القران كذا مره، اني متوفيك، اني اموت ثم ابعث حيا، ولما توفيت، يعني اتقالت كذا مره ان عيسى مات. انت جاي بتنكر يعني جدادية. هل ال3 ساعات يعني 3 ايام؟ وكيف كانت تحسب الساعات في تلك الايام قبل 1400 سنه؟ كيف كان يحسبوا الساعه؟ معرفش، بس هو بيقول لك ان هو في مقوله بتقول 3 ايام. هم المفسرين، ما هي دي بقى المشكله، انت دلوقتي مش عارف حاجه كمسلم وكل مفسر بيقول لك مقوله
وعايز ان انا اقتنع بمقولات وانكر ايمانيات. ده غباء. ده عايز ان انا اقتنع بكل واحد بيقول مقوله شاك. يعني انتوا اساسا مش متاكدين ومش عارفين حاجه. عايز ان انا من بحاجه انتوا اساسا مش متاكدين منها ازاي؟ بيقول لك حضرتك في المحلى ابن حزم الجزء الاول صفحه 43 بيقول المحلى لك بالاثار. كتاب المحلى بالاثار لابن حزم الجزء الاول صفحه 43 بيقول لك ايه؟ فلما توفيتني والوفاة قسمان نوم وموت فقط، ولم يرد عيسى عليه السلام بقوله فلما توفيتني وفاة النوم، لم يرد عليه وفاة النوم، ما يقصدش به وفاة النوم، فصح انه انما عنا وفاة الموت. ومن قال انه عليه السلام قتل يعني هو عايز يقول لك ان ده مش نوم حضرتك، ده ما اسموش نوم، اسمه موت. اللي يقول ان هو نام ده يبقى كده خلاص ده بيكفر بالكلام المكتوب، لان هو قال انا هموت. حته ان شبه لهم دي من امتى شبه لهم؟ معناها القصه الكبيره العريضه اللي انت بتقولها لي دي، اللي هو اسمه ايه ده، واحد من تلاميذ نزل عليه الشبه، جبتها منين؟ يعني انا لما شبه عليا الامر يبقى انا معناها كده واحد وشه اتلخبط بواحد تاني وكلام حضرتك شبه الامر، يعني انت افتكرت شيء معين. عشان كده بيقول لك في نهايه خدعه سينمائيه. نعم، خدعه سينمائيه. عشان كده بيقول لك في نهايه الايه وما قتلوه يقينا، يعني انت شبه عليك الامر. طب ايه الامر اللي شبه عليك انت؟ طبعا بيكلم على اليهود. ايه الامر اللي شبه عليهم؟ ان هم قتلوه وصلبوه. معقوله؟ طبعا حتى الايه نفسها متخلفه، يعني يقول لك ان اليهود هيروحوا يقولوا احنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله، يعني هم بيؤمنوا ان هو المسيح وان هو رسول الله ويقتلوه. طب انت اكيد هلاكوا حبيبي، اكيد هلاكوا. طيب جداديه، عشان الوقت حاولوا نختصر عشان المكالمات معنا اتصالات كثير، بنحاول نقسم مداخلاتنا باختصار لو سمحتوا احبائي. قولي العزم يا جماعه في الاسلام ان انت عادي ان انت تقتل وان انت تتعذب. فقولي العزم الاربع في سوره الاحقاف 35 تفسير القرطبي بيقول لك ايه؟ فانجى الله بني اسرائيل وانزل باولئك العذاب، وذلك انه سلط عليهم ملوك الارض، فمنهم من نشرب المناشير، ومنهم من سلخ جلد رأسه ووجهه، ومنهم من صلب على الخشبة حتى مات، ومنهم من حرق بالنار، والله أعلم. وأولي العزم الأربعة هم مين؟ إبراهيم وموسى وداود وعيسى. مين من الأربعة دول صلب على خشبة حتى مات حضرتك؟ مين تاني غير المسيح؟ لماذا لم يذكر الشبيه محمد في كل الأحاديث؟ يعني يذكر ازاي تمسح مؤخرتك بالحجارة لكن يجي عند الشبيه ولم يذكره ابدا. ازاي بتقول عايزنا نقتنع ان المسيح ما اتصلبش والمسيح بعد القيامة قام بمسامير باثار المسامير في ايده وقال لتلاميذه تعالوا المسوا اثار المسامير؟ ازاي حضرتك عايزني اؤمن ان هو ما اتصلبش وما كانش فيه مسامير في ايده؟ اذا كان لما قام بيها وراها للناس، بس انت يا محمد ضاعت عليك الحته دي ما خدتش بالك منها يعني. فطبعا كله كلام فارغ وكلام غير مقنع يعني. شكرا. طيب جداديه، شكرا اختي، شكرا. اخواتي الاحباء، يعني عشان الوقت وعشان المداخلات بنحاول انه نختصر شوي ونوصل الفكره باسرع وقت. طبعا هذا مش ضغط عليكم، بس لا الوقت هو اللي عم يضغط علينا حبايبي. طبعا كمان بنرحب باختنا دانا، سلام المسيح دانا. بنروح لاخونا هولاكو، هولاكو الحبيب، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، هل شبه لهم ام قتلوه وصلبوه؟ طيب سلام المسيح للجميع واخواتي الاحباء. انا عايز اقول لك على حاجه اخويا جو، انك انت في المجتمع الاكاديمي انت ممكن تشكك يوليوس قيصر ووجود اسكندر الأكبر، لكن لا يمكن أنك أنت تشكك في صلب المسيح.
يعني صلب المسيح هي من أكثر الحقائق التي لا جدال عليها بين الأكاديميين. يعني مثلا جون دونميك في عالم اسمه جون دومينيك قال لك عن صلب المسيح هذا أكيد مثله مثل أي حقيقة تاريخية يمكن أن تكون. في واحد اسمه آي بي ساندرز ده برضو متشكك من العلماء اللي هم الملحدين في باحث في العهد الجديد وكده، قال لك يقول أنها واحدة من أكثر الحقائق التي لا جدال فيها، يعني لا جدال بين الأكاديميين على وجود صلب المسيح. احنا اتكلمنا قبل كده على صلب المسيح من داخل الأناجيل ومن الناحية الطبية ومن التاريخ الخارجي، فأمر لا جدال فيه، يعني من الأناجيل حدث ولا حرج. يعني لو شلت الآيات اللي بتتكلم عن صلب المسيح يبقى شلت ربع الأناجيل. ومن الناحية الطبية كان في مقال في مجلة نيو واين الخاصة بكلية الطب دي اتكلمت على أن موت المسيح على الصليب أمر لا جدال فيه، والدليل اللي هو أن هو نزل ماء ودم ده دليل على حاجة اسمها أن هو مر بأزمة نقص الدم عشان كده ما قدرش يشيل الصليب، وعشان كده برضو أن بسبب الدم اللي هو نزل منه فبقى فيه يعني انعدام في السوائل، فعشان كده طلب ماء، قال عشان كان عطشان على الصليب وقال طلب ان هو يشرب. ده بيجي نتيجة لتجمع السوائل حول القلب بيسمى ارتشاح القلب، وتجمع السوائل حول الرئتين بيسمى ارتشاح بلوري. عشان كده المسيح مات نتاج الانفجار في القلب او اللي هو بالاختناق بسبب أزمة نقص الدم. وتكلمنا إن التاريخ الخارجي حتى شهد بصلب المسيح وموته، زي مثلا تاسيتوس، وده من أعظم مؤرخين الدولة الرومانية، لما قال أن نيرون لكي يتخلص نيرون من التهمة اللي هي إحراق روما، قال إن هو ألصق التهمة بطائفة مكروهة تسمى المسيحيين، ودول استنبط اسمهم من المسيح اللي هو تم التنكيل به أو قتله يعني في عهد تيبريوس قيصر وفي عهد بيلاطس البونتي. يعني أمر لا جدال فيه أن يسوع الناصري قد مات. عايز أعلق على حاجة قالها سام في موضوع حماية القبر دي. حماية القبر دي في حاجة اسمها نقش الناصرة. نقش الناصرة ده لوح رخامي مكتوب باليونانية عبارة عن 14 سطر بيأمر بعقوبة الإعدام لكل واحد أو لأي شخص يتم القبض عليه وهو يقتحم القبور. دي غريبة جدا، يعني أيامها ما كانش عقوبة اللي هم سارق القبور تبقى كده. بقول لك ورغم أن النص ما بيحتويش مباشرة على يسوع الناصري أو اسمه، لكن دي بترد على النظرية القائلة بسرقة الجسد، وده أول اتهام اتهم به المسيحيين، لأن لأمرين، اللي هو نظرية سرقة الجسد لأن اليهود ادعوا أن التلاميذ حطموا القبر المختوم ونقلوا جسد يسوع إلى مكان آخر وأشاعوا أنه هو قام بين الأموات، والمرسوم برضو بيتكلم عن القبر المختوم وعن نقل جسد متوفي لمكان آخر لغرض شرير. فين في الإمبراطورية الرومانية حصلت الحكاية دي أو تم انتشار الإشاعة دي إلا في أورشليم؟ فدكتور جاري هيبرمس قال إن المرسوم ده بيكشف بعض الحقائق بصرف النظر عن يعني السبب وراء إصداره، لكنه بيتكلم على موضوع إن هو في الناس اللي بتنتهك أو بتسرق القبور، وبرضه اتكلم على حكاية القبر اللي هو مختوم. فبرضه ده بيدل ان يسوع الناصري كان قدام قبره حراس والى اخره، علشان نقش الناصرة كان فيه عقوبة الاعدام، وده ما كانش في التاريخ الروماني ابدا ان يتحكم على واحد بعقوبة الاعدام اللي هم سارق القبور.
فده دليل على قيامة المسيح وصلبه يعني بالتالي. اتفضل. طيب شكرا. طيب حبايبي كمان مرة كمان طلب حبايبي لو سمحتوا نوصل للمئة ألف لايك، كتير مهم نوصل للمئة ألف لايك، مش لو مش عشان البرنامج اليوم عشان البرامج الجاية، لأنه كتير مهم. قبل ما نروح لأختنا دانا ولبقية الأخوة خلينا ننتقل للإعلانات لنشوف الإعلانات البرامج الجاية عنا. طبعا عنا قضايا مصرية هذا اليوم، المرأة وأحكام القرآن، البيت النبوي بعنوان البيت النبوي وأمهات المؤمنات المؤمنين مع الأخ طبعا ديفاين وجدادية وأفنان، الجمعة 19 أبريل الساعة 12 بتوقيت شرق أمريكا، ما بين الشريعة والنعمة، تساؤلات حول الحياة بعد الموت، برنامج أخونا الحبيب كريم وأخونا القسابت، الجمعة 19 نيسان أبريل 3 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، الحكم بعد المداولة، برنامج أخونا الحبيب هولاكو بعنوان الرداء والأنفال ما بين بولس والمحتال، أنا شايف أخونا هولاكو لحاله، 3 بعد الظهر شرق بتوقيت شرق أمريكا السبت 20 أبريل. بعتقد انتهينا من الإعلانات. طيب خلينا ننتقل لأختنا فلاحة في حقل الرب اللي هي أختنا مباركة خادمة الرب الأمينة المباركة أختنا دانا. طبعا نورتينا اليوم أختنا دانا، سلام المسيح معك وأهلا وسهلا فيك. فيكي، هل صلب المسيح؟ شكرا لك أخ جو، سلام الرب يسوع المسيح ويبارك خدمتكم باسم يسوع، كل واحد باسمه يعني. أخ جو أنا بدي أتكلم بس عن القرآن، يعني الأخوة بصراحة تكلموا معلومات عن الكتاب المقدس يعني وضحوها بشكل حلو كثير، بس القرآن مذكور في سورة النساء 157 أنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. القرآن أخ جو مدى ينطي حكم قطعي أنه الصلب ما موجود، وما قتلوه وما صلبوه يقينا، يعني نقدر نفسر هاي الآية انه ما قدروا انه يوصلون الأذى الى نفسه، لان اليهود ظنوا انه بصلبهم للمسيح خلص خلصوا منا، يعني خلص يعني ابادوا ذكرى وجعلوا بهاي الطريقة انه صلب بهالطريقة المحتقرة امام الناس انه خلص اليهود قضوا عليه، لكن هذا الشيء غلط ما صار، لان بموته صار اسم المسيح انتشر أكثر، صار عظيم أكثر. فالقرآن يؤكد أنه أنتم يا يهود ما قدرتم تخلصون من المسيح، ما قدرتم توصلون الأذى إلى المسيح، بالعكس صارت المسيحية انتشرت أكثر وأتباع المسيح زادوا أكثر. فهاي الآية ممكن أنه تفسر بهذا النحو، أنه فعلا القرآن يؤكد أنه المسيح الصلب وموته على الصليب ما تأذى به، بالعكس هو قام من بين الأموات ورفع مكانته، رفعت في السماء، وهذا فعلا ما مذكور فعلا في الكتاب المقدس. فالقرآن أخوتي وخواتي المسلمين دي أكد على صلب المسيح وعلى موته وعلى قيامته من بين الأموات. شكرا لك اخ جو، شكرا انه خليتوني اشارك. شكرا لك، ربنا يكون معك ويبارك، شكرا لوجودك. ديفاين تفضلي يا اختي، ديفاين لوف. انا عندي اسئله الاول قبل ما اروح للادله الخارجيه على صلب المسيح والشهود اللي هم خارج الكتاب المقدس، عايزه عندي برضو سؤال، يعني رغم ان هو يعني بيقول حاجه عكس الانبياء اللي هم قبل المسيح اللي هم اتكلموا فيها وجاي يقول عكس المسيحية وعكس ديفان قبل ما مداخلتك في معنى أخ اسمه محمد، يا ريت إذا ما تطلعوا قبل ما يكتب تعليق، إذا حابين أخونا سام أختي ديفان بتحبوا نطلعوا حنطلعوا، أخونا اسمه محمد أكيد أخ مسلم بتحبوا تستقبلوا سام ديفان مش فاهم أختي من طلعوا؟ ممكن يطلع لو عايز يتكلم، بس هو كتب تمام. واحد ما كتبش. خلاص انا حطلعه، من عندي. اتفضلي كملي يا اختي. هو مفيش وقت نقول احنا مداخلاتنا عشان نعمل نقاش اساسا، بس تفضل. طيب على راحتكم حبيبي، شوفوا انتم وقتكم. اتفضلي ديما.
طب انا بس عايزه يعني اسال سؤال منطقي بس، مش اكتر يعني، قبل ما ادخل على الادله الخارجيه والشهود الخارجيين اللي هم بيثبتوا ان المسيح فعلا اتصلب، كل الناس دي غلط ومحمد هو اللي صح. بس خليني اقول له حاجه، عايز اسال المسلمين حاجه مهمه جدا. ازاي الله قال محمد، لو هو بيتكلم عن الهنا الحقيقي، وانا متاكده ان محمد هو اله محمد نفسه يعني، والاثنين ماتوا مع بعض لما محمد مات، ازاي قال له عن المسيح ان هو ما ماتش 600 سنه فاتوا، يعني حاجه حصلت 600 سنه فاتت، القضيه اتقفلت والقاضي مات وكل حاجه والقضيه مقفوله على انها ديفاين انت ميوت وانا كنت ميوت عم بحكي، اثنيناتنا كنا رجع دلوقتي خلاص. اوكي ديفاين، طيب سام تفضل لترجع اختنا ديفاين، تفضل يا سام. طيب شكرا حضرتك، تفضل يا ديفاين. الميز الاله. اللي يميز الاله هو معرفه المستقبل. ديفاين حنزلك اختي وارجعي. ديفاين عندك مشكله بالصوت، مش ارجعي هلا اطلبي الجيست، حنطلعك ديفاين اختي. سام تفضل حبيبي، لا ترجع اختنا وبعدين ننتقل لاخونا ميشيل. تفضل ديفاين. سام ديفاين ميشيل سلام ونعم حبيبي. ديفاين رجعت، جربي كده ديفاين. طب خلوني اشوف عشان ما اعرفش دي بتحصل كده. لا هيك تمام كده تمام هيك تفضلي. طب انا عايزه اقول بس يعني ازاي الاله ده بيعرف الماضي فقط، رغم ان كل البشر بيعرفوا الماضي، لكن اللي بيميز الاله عن البشر العادي هو انه يعرف المستقبل، وهو فشل وعجز عن انه يعرف محمد نفسه هيموت ازاي، ما عرفش ان محمد نفسه هيتسمم، واصلا في ايه بتقول ان مات محمد او قتل، يعني الاله نفسه الاله نفسه كانه بيقول الله اعلم، زي ما قال لنا برضو انهم داخلين ان شاء الله لتدخلنا مكه، حته تاكيد، وبعدين يعلق المشيئه على اله تاني غيره، فده دليل ان محمد اللي بيكتب الحاجات ديت الكلام ده ويعلقه. فانا عايز اعرف هل الاله بيعرف التاريخ والماضي فقط وما بيعرفش المستقبل؟ ازاي يقول ان مات محمد او قتل؟ وبرضه لما الست كانت بتحط السم في الشال محمد ما عرفش ان هي بتحطه، ما بعتلوش جبريل اللي كان بيبعته لما عمر قال له الناس يعني شوف الستات بتوع بيدخل عليهم البر والفجر ولازم يغطيهم والكلام ده عشان راح اتحرش بسودة وهي رايحه للخلاء، قالوا جبريل جاري، لما يشتهي واحده يجيله جبريل جاي، لما حلف انه ما يجيش جنب ماريا تاني، لما خان مراته على سرير، خان حفصة على سريرها وفي يومها مع ماريا لقينا جبريل جاي، زي ما قالت له يعني عائشة اني ارى ربك يسرع في هواك، ليه ما قالوش في حاجة يعني حيوية جدا؟ موت الرسول نفسه، يعني واحدة بتحط له السم سابه ياكل منها، والبشر بن البراء كل منها ووقع، ولما وقع قال لهم انتوا حطيتوا حاجة، طب ما هو جبريل هو ما جاش ولا قال لك انت اللي طلعت تسالهم، اذا اصدق ده ازاي؟ يعني المفروض في المثل المصري ولا العربي بيقول ايه، لو كان المستمع مجنون ولا ما اعرفش ايه، المفروض ان اللي بيتكلم العقل، لو اللي بيحكي مجنون العقل بس اللي بيسمع عقل. ايوه انا اصدق الشخص ده ازاي اذا كان هو ما قالناش هو هيموت ازاي؟ جاي تفتي في موت المسيح اللي عليه آلاف الشهود واللي مر عليه 600 سنة، وانت مش عارف نفسك انت هتموت ازاي؟ انت إلهك ما قالكش انت هتموت ازاي؟
وسابك تموت وتعفن، وقلت ان المسيح اترفع وما ماتش، ودي برضك حاجة كبيرة ان هو استكتر ان الجسد اللي حمل اللاهوت انه يعفن، لان اللي كاتبين له كده نصارى ويهود، فطبعا عارفين ان معروف ان قدوسك لا يرى فسادا. محمد مش قدوس الله لانه راى فسادا، اتحلل وتعفن ومات بعد ما مات، وتركوه 3 ايام معتقدين انه نبي حقيقي، وان اللي هو قاله لهم ان جسده مش هيتحلل هو صحيح. فانت اصلا الاله بيقول لك انا ما عرفكش وما قلتلكش حاجه، بدليل ان ما رفعتكش، بدليل ان انا ما حفظتش على جسدك من التحلل زي ما انت ادعيت وقلت ان الله امر الارض الا تاكل اجساد الانبياء، لكنها اكلت جسدك قدام صحابك. ابن العباس نفسه اللي هو القازن بتاعه قال لك ايه، ان صاحبكم، يعني حتى بيتبرى منه يقول لهم ان صاحبكم ياسن مثل الناس فتفنوه، يعني بيعفن زيه زي الناس. فانا اصدقك بناء على ايه؟ يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، انا تبينت انك انت لا تعرف ربنا، وان ربنا رد عليك وقال لك انا ما اعرفكش، عشان كده ما حافظتش على جسدك زي ما ادعيت وقلت للناس وعرضوا عليا اموركم، قالوا له مش هتكون رممت، قال لهم الله امر الارض لا تاكل اجساد الانبياء، اديك رممت وعفنت قدام صحابك. وفي احاديث بتقول ربى بطنه وانسنى خنصره، ولسه ابو عمر بيهدد الناس يقول لهم ان رسول الله، وكان بيهدد اي حد يقول ان هو مات، يقول لهم ان رسول الله لم يمت انما عرج مثل موسى، ولسه ما كملش، وكان ايه الرسول بيزبد من شدقاه، يعني علامات التحلل بتظهر، وكان الاله الحقيقي بيقول له يا كدابين انا ما اعرفهوش ولا هيعرج ولا هيطلع عندي لاني ما اعرفهوش، والدليل اهو التحلل بدا تظهر عليه علامات التحلل من بقه، ولسه عمر بيتكلم مع الناس. دي كل دي ادله مش كافيه ان انا ما ينفعش اسمع من واحد زي ده. لما اتنين يقفوا قدام القاضي، واحد محترم قوي وله مركزه الكبير جدا ومعروف عنه الصدق والامانه وعنده الادله، لما بيتكلم بيتكلم بادله وبيتكلم ببراهين وبمنطق، والتاني معروف عنه انه حرامي وصعلوك وكان مع الصعاليق وبيسطو على القبائل ولص واحل السرقه وقال عليها غنايم وقتل وامر بالقتل واحل الكذب اللي هو اصلا محرم في كل الديانات، كل الديانات حتى الغير سماويه يعني البوذيه والهندوسيه دول حرام الكذب عنده، ده احل الكذب. يعني ما يجي الاثنين دول يقفوا قدام قاضي، القاضي يسمع لمين؟ يصدق مين؟ اكيد هيصدق المحترم اللي ما بيكذبش واللي حرم الكذب وما بيكذبش، هو وعمل كل حاجه بادله والسابقه بتاعته نظيفه وصفحته بتاعت السوابق بتاعته بيضه، لكن مش هيسمع للي عنده سوابق، مش هيسمع للي عنده ذنوب، مش هيسمح للي اصلا كان بيسرق ويقتل ويزني والصفحه بتاعته سودة مليانه. فانتوا بتسمعوا له على اي اساس؟ اي حد يسمع لواحد زي ده وينكر كلام القدوس؟ يعني ليه المسيح ما قالناش ان هيجي حد اسمه محمد وما قالناش ان هو مسلم وجاي محمد يدعي عليه ان هو مسلم؟ اصدق محمد اللي بيؤمن بالكذب وجيب الكذب، وهو ممكن يكون اول واحد قدوه في الكذب والكذابين، يبقى هو قدوه ومثل اعلى ليهم ان هو كذب على اللي حواليه عشان يستفيد، عشان يبقى له هو فوائد. فوانا عايز اسال برضك المسلمين، ليه الله او محمد بيدعي ان المسيح رفع في حين ان هو قدامهم لم يرفع؟ هو عارف ان هو بعد ما يموت مش هيهمه ايه اللي هيحصل، بقى يعرفوا انه كذاب ما يعرفوش الكلام ده، هم بيقدسوه من غير ما هو اصلا مش عارف يقدس نفسه او مش ضامن لنفسه القداسه. الحاجه الثانيه برضو، هل من القوه ان الله يهرب المسيح من انه يواجه الموت وينتصر عليه، ولا الاقوى ان هو يخليه يموت ويقومه عشان يورينا القوه؟ بقى دي القوه الخارقه اللي ما فيش انسان يقدر يعملها. يعني انت عايز تثبت لخصمك ان انت قوي، تهرب منه وتجري من المبارزة، ولا تبارزه وتقول له انا هوريك قوتي وانا واثق وانا جاي لك وعارف اني هغلبك؟ لان المسيح قال ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى ايدي الناس ويسلبوه ويقتلوه ويكون في اليوم الثالث. عارف رايح فين، واثق من انه يقوم، وعارف وبيقول لا احد ياخذها مني، بيقول عن نفسه ايه، لا احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي. شوفوا القوه، اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. المسيح ما اتخذتش منه نفسه غصب عنه، المسيح ما اتخذش غصب عنه، المسيح عارف وكان وكررها كذا مره
وقال ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويكون فديه عن كثيرين. وقال ان هذا دمي اشربوا هذا دمي وان دمي هولد اون هذا هو دمي الذي سفك عن كثيرين. دمي يسفك عن كثيرين. اذا المسيح عارف ان دمه هيسفك. المسيح عارف. وفي النبوات بقى اللي مش عارف هيكون في وقت ولا لا عشان نقول النبوات اللي هي عن طعنة الحربة اللي في جنبه ودق المسامير في رجليه وفي ايديه وكل الحاجات دي تتقالت عنه 1000 سنة قبل ما يجي وهو جاي عشان يحقق النبوات دي. فهل انا هطلع كل النبوات اللي هي في العهد القديم تطلع هي اللي غلط وكل الانبياء دولت هم اللي غلط واللي جه ومش عارف يثبت نبوته ومش عارف يعمل معجزة ومش عارف يثبت قداسة وبيثبت عكس قداسة الله جه عشان يشوه صورة الله؟ أصدق ده؟ أصدق اللي جاي بالقتل وبالذبح وقتال وكذاب؟ ولا أصدق الصادقين اللي هو الشيطان نفسه ما يقدرش ينكر إن موسى من الله وإن الله كان مع موسى وعمل كل المعجزات دي وما يقدرش ينكر إن المسيح عمل المعجزات وعنده القدرات اللي هي كلها قدرات الله. كل ما للأب هي لي مهما يعمل الأب يعمله الإبن. أنا والأب واحد. كما أن الأب يقيم ويحيي كذلك الإبن يحيي من يشاء من يشاء بمشيئته هو. لما جاله الأبرص قال له يا سيد إن أردت تقدر أن تخلصني قال أريد فطهر. إن أردت تقدر أن تطهرني قال له أريد. إذن بإرادة المسيح بمشيئة المسيح بيحيي الموتى بإرادة المسيح بيشفي البرص البرص اللي هو نجاسة ما فيش أي حد يقدر يقرب منه إلا ما يتنجس أو يتعدي منه. لكن المسيح اللي هو كلية الطهارة اللي هو الطهارة ذاتها أول ما لمسه شفاه أول ما لمسه شفاه. بنمثلها إيه بالكلور لما يجي على القاذورات. هل القاذورات هي اللي تأثر على الكلور ولا هو اللي ينظفها؟ هي اللي توسخه ولا هو اللي ينظفها؟ هو اللي بينظفها. ليه؟ لأن الله لا يتغير. الله يغير ولا يتغير. زي الكلور برضو بيأثر في الوسخات أو القاذورات لكنه لا يتأثر بيها. كل دي أدلة على أن المسيح هو الله. المسيح كان بيعمل كل حاجة بمشيئته وإرادته. المسيح هو فعلا مات وقام ودي علامة قوة وليست علامة ضعف. لأن الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصون فهو قوة الله. لأن ما فيش أي إنسان يقدر يقيم نفسه. المسيح فقط أقام نفسه. حتى لو كان فيه عطى لبعض أنبياء وبعض المعجزات أنه هو كان بيقيم لهم الناس لما يصلوا له إلا أنه هو بلمسه منه كان بيقيم الموتى وانه هو في موته هو شخصيا بالجسد يعني يسوع الانسان هو اللي اقام نفسه لان اللاهوت الحال جوه الناسوت هو اللي اقامه عند القيامه يعني عند الموت فضل اللاهوت متصل بالجسد البشري وفضل متصل بالروح البشري وعند القيامه هو اللي جمعهم لانه متصل بيهم متحد بيهم هما الاثنين فهو اللي جمعهم مع بعض وحدثت القيامه. اذا لما اقول الله اقام يسوع الانسان تبقى صح لان اللاهوت الحال جوه الناسوت هو اللي جمع الجسد البشري بالروح البشري ولما اقول المسيح اقام نفسه هي صح لان اللاهوت حل فيه ولم ينفصل عنه لحظه واحده ولا تقطع. شكرا لكم معلش على الاطاله بقى. لا شكرا كتير. طيب قبل ما ننتقل لاخونا ميشيل حبايبي خلينا نشوف التكبيس لو سمحتوا يعني عم نترجاك ولا تكبسوا نقطع ال 100,000 لايك لو سمحتوا حبايبي نقطع ال 100,000 لايك وناخد استراحه كلنا سوا. أخواتي ضل معكم 40 دقيقة عشان تحاولوا تقسموا مداخلاتكم وتنسقوا بهذه الأربعين دقيقة. طيب ناخد أخونا ميشيل حبيبنا ميشيل الراف سلام ونعمة. موضوع الحلقة عن صلب المسيح بين الإسلام والمسيحية. سلام المسيح يا غالي كيف حبيبي تفضل. طيب هو طبعا من العجيب أن يجينا واحد بعد أكثر من 600 سنة من الشهادات القانونية الموجودة عن صلب مخلصنا وربنا وإلهنا يسوع المسيح علشان يزعم في لحظة من اللحظات ولمجرد شهادة فردية وبآية واحدة ينفي حقيقة تاريخية عن صلب المسيح. احنا اعتمدنا في صلب مخلصنا له كل المجد مش على مجرد آية في العهد الجديد بل خلينا نقول ان عقيدة صلب المسيح والفداء هي من أول أسفار الكتاب المقدس من أول التكوين لحد آخر أسفاره في رؤيا يوحنا اللاهوتي.
الوعد بالفداء والوعد بالمخلص كان لأمنا حواء بأن يخرج من نسلها من يسحق رأس الحية وهو يسحق عقبها. وبعد كده لما الله ألبسهم أقمصة من جلد في إشارة إلى الفداء وفي إشارة إلى الخلاص وفي إشارة إلى وضع الدم كعلامة للكفارة والفداء. وبعد كده لما هنشوف في سير الآباء الآباء البطاركة الأول وإقامتهم المذابح وتقديمهم المذابح وفي ذبيحة هابيل البار كيف أنه قدم قرابين مقبولة قدام الله وقبلت لأنها كانت قرابين حسب فكره، وبعد ذلك كيف تدرج الله في الإعلان عن الكفارة بأن ينقل خطية الخاطي إلى الحمل عندما يضع الخاطي يده عليها بوساطة الكاهن، والحمل الذي كان يجب أن يكون بلا عيب وبلا دنس وأن يكون كاملا في كل شيء في إشارة إلى ذلك الكامل الذي يجيء ليضع ويحمل إثم جميعنا. وبعد ذلك يأتي أشعياء النبي في إصحاحه العظيم الذي لم يستطع اليهود تفسيره إلى اليوم، فيضع أمامنا صورة للفادي الذي يحمل أثامنا أثام جميعنا وبحبره شفينا وبألمه شفينا ليحمل الصليب. واليهود لغاية النهاردة ما بين في مدارسهم بيقولوا وبيتكلموا عن شخص المسيح المتألم أو كما يسمونه المسيح الأبرص الذي يتألم لأجل الشعب والذي يحمل إثم الشعب. وما زال اليهود حتى اليوم يمنعوا قراءة أشعياء 53 للعوام لأنه يفهم منه صراحة، وحتى حينما حاولوا أن يمنعوا أن يتأولوا فيه فيقولوا إن الإشارة إلى نبي من الأنبياء تألم أو إلى شخص بعينه تألم تضاربوا، وكانت الإشارة في عندهم ومحاولة إبعاد الفكر عن المسيح واهية، واعترف كثير منهم بأنها إشارة إلى المسيح الأبرص المسيح المتألم أو كما يسمونه المسيح ابن يوسف، ويقولون إن المسيح الذي يأتي في مجده هو المسيح ابن داود. ولم يكتف الكتاب بذلك بل نقل لنا نبوة صريحة على لسان داود النبي، ولم تتم في حق داود النبي ولكنها تمت في شأن مخلصنا له كل المجد حينما تكلم عن ثقب يديه ورجليه وحينما تكلم عن أحاطت به كلاب وحينما تكلم عن اقتسام ثيابك، فهي عقيدة في العهد القديم ويشير إليها دانيال النبي حينما يتكلم عن قطع المسيح الرئيس في الأسبوع الأخير. وبعد ذلك يأتي متى البشير ليضع كل نبوة وكل خطوة يفعلها المسيح ويتكلم عن تثبيت وجهه نحو أورشليم وعلى لسان المخلص له كل المجد حينما يصرح أن ابن الإنسان ينبغي أن يمضي إلى الصليب ليصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث. وتصريحات العهد الجديد التي هي أدلة تاريخية إلى جانب شهادات المؤرخين الرومان من القرن الأول التي أشارت إلى صلب المسيح، ثم يأتي شخص بعد أكثر من 600 عام ليزعم أن مخلصنا له كل المجد قد صلب شخص بديل منه، واختلفوا وتضاربوا إن كان هو يهوذا أو إن كان بطرس أو إن كان أحد الرسل أو إن كان الشبه قد ألقي على كل تلاميذ مخلصنا له كل المجد، واعتمدوا في ذلك على آية وحيدة شريدة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهناك تهافت في ادعاء عدم صلب المسيح. شكرا يا أستاذ فلو. شكرا لك. شكرا حبيبي. معلش أخواتي الأحباء أرجوكم لو سمحتوا، يعني أنتوا عم تردوا على أخواتنا المسلمين من تحت اللي ما عنده هالعلم الكفاية ما يحاول ما يرد. حبيبي أخونا فادي، المسيح يسوع ليس ابن يوسف في الجسد حبيبي، هو ابن يوسف في السجلات اليهودية حبيبي، في السجلات اليهودية وليس ابن يوسف بالجسد. لو سمحتوا حبيبي ما حدا يرد على حدا من أخواتنا المسلمين بدون علم، لو سمحتوا أحبائي لو سمحتوا. أخونا الحبيب سام تفضل. طيب سلام نعمة مرة أخرى، برحب بأخويا ميشيل. نورت يا ميشو، عامل يا حبيب؟ طيب ميشيل قال حتة حلوة قوي قوي عجبتني، كنت لسه بفكر فيها يعني بالروح كده، أنا بفكر هو قالها. بس أنا هرجع
هل احنا صحينا من النوم كده لقيناهم بيقولوا ده في واحد صلب فقبلنا بهذه العقيده وخلاص واحنا مجانين يعني ماشيين عايشين بنقول ده في واحد جه الله جه واتصلب ولا هل الموضوع زي ما قال اخويا ميشيل منذ التكوين يعني في التكوين هتلاقيها هتلاقي عن الرب يسوع المسيح في التثنيه كان حكم الصلب ده موجود من منذ التثنيه في التثنيه 21 23 تقريبا بيقول لان المعلق ملعون من الله يعني الصلب ده موجود من العهد القديم فمش حاجه احنا اخترعناها يعني طيب لما جه الرب يسوع المسيح اعلن صراحه ان هو انا المكتوب عني في 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 الناموس كنا بنتكلم من شويه عن ما جاء في متى 15 واعلانات الرب يسوع المسيح في الاربع اناجيل ان هو هيجي وهيصلب وهيقوم في اليوم الثالث كما اعطاهم مثل بيونان واعطاهم مثل بالهيكل ان هو سينقض الهيكل ويقوم في ثلاثة ايام وكان بيتكلم عن هيكل جسده طبعا طبعا كلنا كمسيحيين فاهمين الكلام ده بس انا بحاول اوضح شوي طيب هل الحواريين اللي هم بيقولوا عليهم الحواريين هو كانوا بيبشروا بايه بالظبط هو لما المسيح جه وما اتصلبش ومشي وخلاص مات هم الحواريون اللي بعده ده كانوا بيبشروا بايه وماتوا ليه على اي اساس لماذا مات الحواريون ليه على اي اساس ماتوا على اي اساس وكانوا بيبشروا بايه يعني حد يطلع يقول لنا مثلا الحواريون دول كانوا بيبشروا بايه كانوا بيعملوا ايه طيب الحواريون كانوا بيبشروا بالرب يسوع المسيح وبموته وقيامته طب تعالوا نروح على شويه مؤرخين كده في مؤرخ يهودي اسمه يوسفوس ده شهير جدا جدا كان بيتكلم عن صلب المسيح وقال ان بيلاطس حكم على المسيح بالصلب بطلب رؤساء الكهنه والذين احبوا المسيح اولا لم يتركوه كان في شهود عيان على صلب المسيح كان في ام المسيح بالجسد طبعا العذراء ام النور مريم كانت واقفه كان واقف تلاميذ كان واقف ناس رايحين جايين وناس شايفين كلهم الرب يسوع المسيح معلق على خشبة الصليب فلما اجي ان فيها بعد 600 سنة المفروض على الاقل استحي واخلي عندي ريحة الدم واخلي في وشي في عيني حصوة ملح واجيب دليل يعني المفروض ان انا لما اجي على كتاب ثلاث ارباعه بيقول عن خلاص المسيح وموته وقيامته المفروض اخلي عندي حصوة ملح وخلي عندي ريحه الدم واجيب دليل اقول لا المسيح لم يصلب والدليل كذا 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 ولكن لم يدعي ولم ياتي لنا احد بدليل واحد ويقولوا قال ايه قال هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين طب ما تجيوا انتم برهانكم ان كنتم صادقين من له ادعاء على الرب يسوع المسيح بانه لم يصلب انا قلت 10,000 دولار امريكي اللي يجيب لي ايه من القران بتقول ان المسيح لم يصلب وعشان خاطر مشير حبيبي 20,000 دولار كاش للي يجيب لي ايه من القران بتقول ان المسيح لم يصلب مش انتوا عقيدتكم بتقولوا ان هو لم يصلب هاتوا الدليل يا اخوه هاتوا ايه من القران بتقول ان المسيح لم يصلب الايه اليتيمه التي تتحدث عن انه هناك شخص ما فيش حتى ما جابوش اي سيره شخص ده حتى دي تفسيرات المفسرين هم اللي قالوا مش عارف عيسى وعيسى قال لي عيسى اللي هو مش عيسى اتصرف مكان انت يا عيسى اللي هو مش عيسى في عيسى اللي هو مش عيسى راح قال لهم انا عيسى اللي هو عيسى والفيلم الدوامه اللي احنا دخلنا فيها دي ما فيش اساسا لها اساس من الصحه دي الايه اليتيمه بتقول ما قتلوه وما صلبوه او ما صلبوه وما قتلوه مين اللي قال الايه دي مؤلف القرآن طب هل مؤلف القرآن قال لنا مين اللي صلب وقتل او مين اللي ما صلبش وقتلش هو هنا زي ما قلت محامي فاشل واخد القضية فبدل ما يطلع القضية كلها ما حصلتش طلع اليهود براء شكرا حكمت المحكمة على المتهمين اليهود بالبراءة من قتل عيسى بن مريم بس هل قالوا ان الحادثة ما حصلتش لا ما قالوش ان الحادثة ما حصلتش هل قالوا ان لم يكن هناك صليب ما حدش يقدر ولا يتجاسر ولا يتجرأ يقول ما كانش في صليب لم يتجرأ ويتجاسر احد ان يقول ان لم تكن هناك حادثه بالصلب ليه بقى ما تجرؤوش لان الادله كتير انا لسه بقول المؤرخ يهودي اسمه يوسفوس اشار الى صلب المسيح
مؤرخين كتير جدا جدا اتكلموا عن صلب المسيح بعد كده. الامبراطور انطونيوس ده سنة كام؟ سنة 139 ميلادية. انا عندي طبعا لستة كبيرة جدا جدا من المؤرخين اللي اتكلموا عن الموضوع ده، بس انا برضو مش من مدرسة اللي يثبتوا حاجة عن طريق مؤرخين. انا كتابي المقدس بيكفي عندي. هل يا اخوة لو ان المسيح لم يصلب، او واحد عابد للحجر الاسود بيقول لك المسيح هيرجع في اخر الزمان يدمر المسيحية، فمختل العقل الذي يدعي بان المسيح سيدمر المسيحية يبقى كاتب هذا الكتاب الخرافي ان احنا بنقراه متخلف عقليا. اذا كان هو ادعى ان انه ارسل المسيح بالمسيحية وبعدين هرجع لنا المسيح يدمر المسيحية، هذا الاله مختل العقل، يبقى كاتب هذا الكتاب مختل العقل. اذا كان هناك مؤلف لهذا الكتاب فهو مختل العقل، لانه ينهث ما قال. كيف يرسل نبي يعلم الناس تعاليم وبعدين يبعته تاني يدمرها، ويبعته يتخانق مع اليهود والنصارى ويقتلهم وياخد منهم الجزية؟ ده من العباطات والتفاهات، انه قال ايه سيدنا عيسى هيجي تاني عشان ياخد مننا الجزية. انا مش فاهم ما هذا المنطق. يعني تاني نرجع ونقول الله خلق عيسى ابن مريم، هذا كان خلقه الله منزه بدون خطيه بدون زرع بشر، جابه الى الارض بمعجزه، عاشه على الارض بمعجزه، عاش بمعجزه، وما ولم يمت، رفع عن الارض بمعجزه. كل ده قال ايه عشان يجي شايل المطوه ويجي يكسر الخنزير ويقتل الصليب في اخر الزمان؟ يعني ما هذه التفاهات يا اخي؟ المتحدث بهذه التفاهات هو فعلا اقل من ان يرد عليه. يعني ارجع لكتاب المقدس، هل في ادله للصلب الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس؟ هناك العشرات بل المئات من الادله، ادله الصلب. طب هل في صلب حصل؟ طبعا في صلب حصل. هل في مصلوب؟ اكيد في مصلوب. طيب مين اللي صلب؟ ايوه، يجي هنا بقى الاختلاف. الاختلاف الكارثه الكبرى ان المسلم لغايه النهارده ما يعرفش، لانه ما عندوش دليل من الذي صلب وباي ذنب صلب. ما حتى انت لما تيجي تقول لي ده في شبيه، مع ان قصه الشبيه دي طلعت كلها افتكاسات ولم تذكر في القران اساسا. ده الشبيه ده هم اللي اخترعوا هذه القصه، قال لك شبه له. شبه لهم يعني في ناس كان بيتهيأ لهم ان في حد اتصلب. طب قصة الشبيه هل هي موجودة في القرآن؟ لا، ما فيش حاجة اسمها شبيه في القرآن. هو في ناس شبه لهم، هل في مشبه به؟ لا. طب مين اللي اخترع الاختراعات دي؟ المساكين المفسرين علشان يهربوا من الوقعة السوداء اللي وقعوا فيها، مش لاقيين حاجة يقولوه، مش لاقيين. كارنيليوس من سنة 56 لسنة 117 اللي عاش فيه، من أعظم مؤرخين الدولة الرومانية، من أعظم مؤرخين الدولة الرومانية، وكان معروف جدا جدا بالنزاهة، وكان معروف إن هو دقيق جدا في كلامه. أقر بصلب المسيح. كل العلماء اللي كانوا موجودين في أيام الرب يسوع المسيح أقروا بصلب المسيح. طيب مين اللي له مصلحة ان يقول المسيح لم يصلب مع عدم تقديم دليل؟ هم المسلمين. ليه؟ لانه لو صلب المسيح لما فما حاجتنا الى نبي بعد. فهم يا حرام عشان يثبتوا ان فيه نبي، وهم مساكين على فكرة اخوات المسلمين، مساكين لانهم امة ما انا بقارئ. هم امة ما انا بقارئ. هم امة لا تفهم حتى اذا قرأ هي لا تقرأ، واذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت مستحيل تبقى في الإسلام، مستحيل أن يبقى في الإسلام. فهيفضل في الإسلام عشان يبقى عنده أربع نساء ويقتل ويبقى عنده حاجات حلوة في الدنيا، وبعدين هقول لك في الآخرة مفيش مشكلة، لأن ما أعتقدش إن في إنسان عاقل بيعتقد إنه في جنة الله هيطلع ينكح حوريات.
فهو بيفضل عايش على الامل الحاجات اللي هياخدها في الدنيا الغنائم والقتل ويقتل وياخد نسوان، فهو ده اللي المسلم عايش عشان. لكن هل المسلم يؤمن بشيء بعد الموت؟ لا ما اعتقدش. اذا كان هناك انسان طبيعي عاقل يؤمن بانه سوف يذهب امام الله وفي محضر الله القدوس عشان ينكح ستات، يبقى مختل العقل. ده محتاج يروح لدكتور نفسي، ده محتاج يتعالج نفسيا. طيب نرجع تاني لأدلة الصلب من الكتاب المقدس. معلش أنا مش عاوز أطول، أنا حاسس طبعا بيكم فمش عاوز أطول في الموضوع ده. يا أستاذ بخاري أنا ما قرأتش كتابي صح؟ طيب يبقى تعالى نظرني في كتابي، بارك الله فيك. طيب هل الرب يسوع المسيح صلب في الكتاب المقدس؟ دي تبقى مصيبة لو الكتاب المقدس ما جابش دليل إن المسيح صلب، تبقى فعلا كارثة. ليه؟ لأنه لو أنا ما عنديش أدلة صلب المسيح من داخل الكتاب المقدس يبقى أنا إيماني ده كله باطل. يبقى أنا هو كيف أؤمن، كيف أؤمن بأنني مسيحي وأنا ليس لي أي أدلة على صلب المسيح؟ الأدلة التاريخية موجودة، الأدلة من الكتاب المقدس موجودة، الأدلة من خارج الكتاب المقدس موجودة، كل هذا موجود عندي. فأنا أنا إيه اللي هيخليني أذهب إلى كتاب جه بعد ب600 سنة؟ طب ما حكم الذين ماتوا قبل 600 سنة دول ماتوا مسيحيين؟ إيه حكمهم؟ ذنبهم في رقبة مين؟ دول مين اللي هيحاسبهم وعلى أي أساس؟ على أي أساس سيحاسب الله الذين ماتوا في خلال الفترة ما بين عيسى ومحمد؟ مين اللي هيحاسبهم؟ مين اللي هيحاسبهم؟ ناخد نبوات كده، شوية نبوات من الأشعية مثلا. في أشعية 50 وعلى 6 بيقول: بدلت ظهري للضاربين وخدي للناطفين، وجهي لم أسرع العرو والبصق. ده في أشعية قبل المسيح بكم سنة؟ طيب سفر أشعياء 53 كمان: من الضغط من الدينونة أخذ في جيله مكان يظن أنه قطع من الأحلال نضرب من أجل الشعب. في سفر أشعياء أيضا بيتكلم عن في المزامير 22 بيقول: لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي. هل ثقبت يدي ورجلي كاتب المزمور اللي هو داود؟ لا. النبوة عن مين؟ عن الرب يسوع المسيح. طيب أشعياء 53:12 بيقول: لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. في سفر الحكمة بيقول: ولما غمر الطوفان الأرض بسبب عادت بهداية إلى خشب الحقيرة. هل هناك آيات في العهد الجديد؟ طبعا عشرات بل مئات الآيات من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلموا عن صلب وقيامة الرب يسوع المسيح. وتاني هرجع للسؤال اللي بدأت بيه: الحواريين دول كانوا بيبشروا بإيه؟ كانوا بيبشروا بمين؟ الحواريين كانوا بيبشروا بمين؟ لما هو ما كانش فيه صلب وما كانش فيه قيامة كانوا بيبشروا بمين؟ سؤال للعقلاء. الناس دي ماتت على أي أساس؟ قدموا أرواحهم على أي أساس؟ ماتوا ليه؟ هل في حد بيموت عشان حاجة هو أصلا مش عارف مش متأكد منها؟ لا طبعا. كلام فارغ، الكلام ده كلام فارغ. هل المسيحيين عندهم دليل على موته وصلبه وقيامة المسيح؟ طبعا، لأن المسيح نفسه هو قال عن نفسه أنه سيموت وسيصلب وسيموت وسيكون من بين الأموات. فأنا لماذا أنا بحاجة أن حد يجي بعد كده يفهمني كتابي؟ الأخ بيقول لك اقرأ متى 29. يا أستاذ بخاري يلا تدعي أنك قارئ كتابي، متى ما فيهوش 29 سفر يا حبيبي. انجيل متى 28 اصحاح فقط يا بابا. حد اللي غششك غلط، هيسقطك اخر السنه مش هتنجح. اللي قالك ان في متى 29، متى 28 اصحاح فقط يا حبيبي. اذا ادله الواضحه وضوح الشمس
مما لا غبار عليه في الكتاب المقدس، في الأربع أناجيل، في رسائل بولس، في رسالة يوحنا، في الكتاب المقدس كاملا أدلة صلب وقيامة المسيح. ولو لم يقل المسيح، لم يقل المسيحي بأن المسيح صلب، يبقى إيه لازمة الإيمان المسيحي أساسا؟ أنا هروح أعبد إله نبي عمالي كل شوية بعت لي نبي يقول لي أنا إله، أنا إله، أنا إله. طب أنا عرفنا أن أنت إله، شغلانة الطين دي كل شوية تبعت لي نبي يقول لي أنا واحد، أنا واحد. طب ما آدم نفسه كان عارف أن الله واحد، إيه الجديد اللي هيقدمه كل الأنبياء بعد كده؟ كناش محتاجين لأنبياء. فيجي في رسالة إبراهيم يقول لي إيه؟ الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثير، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. نقطة انتهى، خلاص مش عايز حد بعد الابن. هل بعد الابن أنا محتاج حد يأكد لي هذا؟ لا طبعا. هكتفي بهذا القدر عشان نسمع ديباين بعدين. شكرا حبيبي، شكرا لمداخلتك الحلوة. ديفاين تفضلي أختي، معكم لسه تقريبا 18 دقيقة، وممكن ناخد شوي كمان مون على القناة كمان ناخد شوي زيادة عشان نلحق. تفضلي ديفاين. طب بس الأول عايزة أرد على الأخ اللي تحت ده اللي اسمه بن مجدو بريد whatever، المسلم اللي بيتكلم تحت حضرتك، هشرح لك. الله كائن بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه منذ الأزل، قبل التجسد وقبل ظهور السيد المسيح في ملء الزمان. هو اللي خلق آدم، مش هو بيقول قال كن فيكون؟ بكلمته خلق الكون، خلق آدم. عشان كده احنا عندنا بنقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذن بالكلمة اللي هو كلمة الله، به كان كل شيء، يعني الكون كله والخليقة كلها كانت بالكلمة، بكلمة الله. كان بيقول فكان صباح وكان مساء، لا احنا عندنا كان بيقول كن فكان في الماضي، انت عندك عشان نقلها ومش فاهمة فبيقول لك كن فيكون، بيتكلم عن المستقبل. بس ما علينا، مش هي دي نقطتنا. إذن الله خلق الكون بإيه؟ بكلماته. فعشان كده المسيح هو الخالق، لأن هو الكلمة. فما ينفعش ان انا اساويه بالمخلوق اللي هو ادم واقول انه مثله مثل ادم، لانه هو اللي خلق الكون وخلق ادم. وعندنا حتى في عبرانيين بيقول الذي به خلق العالمين، خلق بالمسيح اللي هو كلمه الله باللاهوت، يعني خلق به العالمين. فالكلمه الازلي اللي هو مع الله منذ الازل، لان طبعا اكيد الله ما كانش في اي لحظه او اي ثانيه من غير كلمته ومن غير روحه. فاذا هذا الكلمه الازلي في ملء الزمان اتخذ من العذراء الجسد. عشان كده بنقول ان المسيح، شخصية المسيح نفسها او شخص المسيح هو عبارة عن لاهوت متمثل في الكلمة الازلي اللي قبل ادم واللي قبل مريم كمان، اللي هو خلق ادم وخلق مريم. هو الكلمة الازلي اللي كان قبل التجسد خلق مريم، اللي انت بتقول عليها ان هي امه. وبعد كده الكلمة ده الاب، يعني ارسل كلمته في الجسد. ازاي؟ لما جه الملاك وقال للعذراء مريم إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك فإن القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يدعى ابن الله، الكلمة الحال في الجسد. هو اتخذ جسد من العذراء مريم عشان الكلمة تحل جواه، يظهر لنا من خلال هذا الجسد. لكن جسد المسيح هو ليه جسد بشري وروح بشري. اللاهوت برضه هو عبارة عن روح، وهو حل في هذا الجسد البشري. تقدر تفهمها كده ان هو خالق مريم. مين اللي خلق مريم؟ هو الكلمة خلق مريم، وبعد كده اتخذ منها الجسد اللي ظهر في الكلمة دي، عشان الكلمة اصلا غير مرئية. الله روح، عندنا هو باللاهوت هو روح غير مرئي. فاتخذ الجسد ده عشان نقدر نشوفه ويقدر يتكلم معنا، وتبقى كلمة الله هو ده اللي الناس بقت تاخد منه وتحط في الإنجيل. الإنجيل ده عبارة عن كلمة الله، هو البشارة السارة. يعني أي حاجة يقولها المسيح كانت بتتحط فيه، لأن دي كلمة الله المباشرة لينا من غير وسيط. يعني احنا بنقول مثلا موسى كلمة الله. كلمة الله ازاي؟ يعني اللي بيكلم الله هو موسى، عنده الكلمة بتاعته والله عنده الكلمة بتاعته وبيكلموا بعض. المسيح بقى هو كلمة الله اللي كان بيكلم موسى. كلمة الله جه بنفسه من غير موسى ومن غير أنبياء، جه بنفسه في وسطينا
اتخذ جسد يظهر من خلاله عشان احنا بمحدوديتنا ببشريتنا محدودة، نظرتنا محدودة. هو شايف الكل، هو ملء الكون كله، لكن احنا مش هنقدر بمحدوديتنا نشوف الغير محدود. فالمحدود جه في شكل بشريتنا عشان احنا نقدر نشوفه بمحدوديتنا، يبقى يقف قدامنا كده ويكلمنا. فهمتها ولا لسه عندك سؤال؟ لو عندك سؤال اكتب تحت. طيب انت هو عارف، هو بيقول لك اسقالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه، مش كلمة شفهية، لا ده الكلمة هو المسيح، لانه بيقول الكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم. إذن الكلمة هو المسيح، هو شخص المسيح، هو الكلمة المتجسد، هو المسيح، كلمة الله الأزلي الظاهر في الجسد الزمني. الجسد زمني، لكن الكلمة اللي بتمثل اللاهوت، لاهوت المسيح، هو ده اللي ظاهر جوه الجسد الزمني. الجسد زمني لكن الكلمة أزلي مع الله. إذن الله ظاهر في الجسد وظهر لينا علشان يكلمنا وعشان يتمم الفداء، لأن الله روح، يعني ما عندوش جسد يموت ولا عنده دم يسفك. لو كان عنده ما كانش اتخذ جسد. إلهنا مش زي إلهك، إلهك بلاهوته، أنا إلهي بلاهوته روح، إلهك بلاهوته جسد، عنده ساق وعنده رجل وعنده وجه وعنده عينين وعنده خمس أصابع ماسك عليهم السماوات أحسن تقع، ومسك بإيديه السماء حسن تقع على الأرض، كأنه مثلا حلة وغطاها، بيشيل الغطا عشان ما يقعش على الحلة. ده إلهك، إلهك اللي شافه محمد في شكل الشاب الأمرض، مش هو إلهي. إلهي روح يظهر بس في الجسد يتحد بيه، زي ما ظهر لموسى في العلية. فهل اللي ظهر لموسى في العليقة المشتعلة كان هو اللي بيتحرق؟ الله هو اللي كان بيتحرق؟ اختي ديفاين، هن بيحاولوا يهربوا من موضوع الصلب. أزلي قبل ما يظهر في الشجرة، وظهوره أو بداية ظهوره كانت مع موسى فقط. افهموا الكتب بتاعتكم اللي نقلة من غير ما تفهم الكتب ديفاين بتاعتكم نقلة من عندنا. حبايبي أختي، هن بيحاولوا أنه يموهوا على موضوع الصلب ويهربوا من موضوع الصلب، لأنه موضوع الصلب كتير مهم، لأنه نحن وقت بنثبت الصلب من الكتاب المقدس ومن القرآن، هذا يعني أنه دمار للقرآن ولإله القرآن. عشان هيك هن بيحاولوا غيروا موضوع الحلقة ويطلعوا برا موضوع الصلب. تفضل دي. طيب هثبت برضو الشهود الخارجية وبعدين هدخل على الكتاب المقدس، الإثباتات والحاجات اللي بتقول إن المسيح قال كده. وأنا طبعاً أصدق المسيح اللي جه وأثبت إنه هو فعلاً الله، اللي جه وخلق، اللي جه وعرف الغيب. إله الإسلام ما كانش عارف الغيب. ممكن أعمل مناظرة بين أي حد مسلم، حد أي مسلم يجيلي عشان أقارن بين إلهي اللي هو المسيح، وكمان من القرآن نفسه هثبت إن المسيح إله أكتر من إله الإسلام نفسه. المسيح عالم الغيب وإله الإسلام ما عارفش الغيب، ودي ممكن نثبتها. وحاجات كتيرة المسيح خلق في القرآن نفسه، والإله بتاعهم ما عملش أي حاجة. المسيح كان بيشفي، الإله بتاعهم كان بيرميهم على العسل يقول لهم اسقيه عسل. انت يا عم مش رسول برضو وبتقول ان المسيح رسول والمسيح كان بيشفي وبتقول الأنبياء شافوا؟ طب انت فين؟ انت بتدعي انك انت من الأنبياء دي، فين الشفاء بتاعك؟ فين إلهك اللي بيديك القدرات دي؟ اذا مرضت فهو يشفين، وان هو الإله الشافي، ما شفناش القدرات دي. رميتها على العسل، رميتها على الحبة السودة، وقلت لهم الحبة السودة اللي فيها مش عارفة ايه، والتمر، واللي يتصبح بالثلاث تمرات او سبع تمرات والحبة السودة والكلام ده ما يأثرش فيه سحر ولا سم ولا، وانت اتسحرت وتسممت، يعني كلام كله مرسل وما فيش أدلة. لكن المسيح بأعماله أثبت انه هو الله. المسيح كان له سلطان على الطبيعة، السلطان ليه سلطان على الطبيعة، كن فيكون. كان بيقول للأمواج اسموتي اسكتي، وكانت بتسكت. من هو بقى يبقى المسيح؟ المسيح كان بيشفي، كانوا بيجيبوا الناس كلها علشان يشفيها، يعني بيحطوا قدامه العرج والعمي اللي رسولك عبس وتولى في وجه الأعمى. المسيح كان بيقيم الموتى، رسولك كان بيقتل الأحياء. أي واحد أنت بتتبع، اعرف أنت بتتبع مين قبل ما تيجي وتتكلم على القدوس اللي أثبت بأعماله لاهوته، اللي هو هيجي وديان وهيجي ويدينك ويدين رسولك ويدين كل الأنبياء.
اوكي نرجع تاني للشهود. يا ريت بس الشياطين تهبط شويه، بس احنا هنا عشان نسحق الشيطان. فمن ضمن الشهود يا جماعه بيلاطس البونتي، وده اصلا شاهد عيان كان موجود في وقت الصلب نفسه. طبعا هو هو بيعتبر الوالي الخامس على اليهوديه، وقيل انه نفي الى فيينا في بلاد الغال سنه 36، يعني في الفتره بتاعه اللي كان موجود فيها المسيح على الارض. وبيقولوا ان هو انتحر، وهناك نصب تذكاري ارتفاع 52 قدم بيدل على قبره، يعني ده شخصيه طبعا حقيقيه وشخصيه مذكوره في الانجيل، وده موجود في كتاب اسمه هذا ايماني في صفحه 80. وقد ارسل بيلاطس البونتي خطابا الى تيبريوس قيصر، وقد اكتشفه احد العلماء الالمان سنه 136 ميلاديه، وجاء فيه القى الاوباش الهائجون القبض على يسوع. ولما انسوا عدم الخوف من الحكومه اظنوا مع زعمائهم اني جزع فزع تمادوا في الصياح اصلبه اصلبه. ثم طلبت وغسلت يدي امام الجمهور مشيرا بذلك الى استهجان عملهم، ولكن لم ياتي ذلك بثمره، فان نفوس هؤلاء الاشقياء ظمانه لقتله. فقلت له اي ليوسف الرامي قد اجبت طلبك، وفي الحال امرت متليوس ان ياخذ بعض عساكر معه ليلاحظ ويباشر دفنه. يعني كانوا حتى الدفن بتاعه كانوا حاطين عليه عساكر وحراسه ومش عارفه، يعني خدوه من ساعه ما اتصلب وهو الشاهد عليه بيلاطس نفسه اللي كان بيحاكمه. عايزين شهادة أكتر من كده إيه؟ وإنه هو أخده أجبت طلبك، وفي الحال أمرت ماتليوس أن يأخذ بعض عساكر معه ليلاحظ ويباشر دفنه لئلا يتعرض له أحد. وبعد ذلك بأيام قليلة وجد القبر فارغا، يعني بعد ما حطوا العساكر، وإحنا عارفين إن هم حطوا حجر وزنه من طن لاتنين طن، يعني حوالي 2000 باوند لأربعة آلاف باوند، وختموا عليه. ومعروف ان ايامها الرومان لو حد فك السيل بتاع الختم بتاع القبر ده كان بيتصلب مقلوب راسه تحت ورجليه فوق، واصلا البنود ما يقدروش حتى ان هم يساعدوا اي حد في انه يهربوا او ان هم يهربوا او يعملوا حاجه زي كده او حتى يناموا اثناء العمل بتاعهم، لان بيتقتل على طول اللي يعمل كده. فدي واضحه جدا ان هو كان عمل الهي بحت ان المسيح يقوم، والملائكه هي اللي تحركت الحجر من على القبر. واذاع تلاميذ يسوع في اطراف البلاد واكنافها ان يسوع قام من الموت كما كان قد تنبأ. كل ده لسه كلام بيلاطس الأنتي في الجواب بتاعه. وقد اشار لهذا الخطاب الشهيد الفيلسوف يوستين سنه 139 ميلاديه في دفاعه الذي كتبه للامبراطور انطونيوس بيوس، فقال ثقبوا يدي ورجلي، وصف للمسامير التي تثبتت في يديه ورجليه على الصليب. وبعد صلبه اقترع صليبه على ثيابه وقسموها بينهم. يعني كل الحاجات دي برضو بتجدها في الأعمال اللي سجلها بيلاطس البونتي. ده الفيلسوف ده كان بيقول الكلام ده. يعني كما قال يوستين أيضا واحد تاني، يعني إن موت المسيح كان له تأثير عظيم في نفوس الذين صلبوه، حتى أن بيلاطس الوالي أشار إلى تيبريوس قيصر بحفظ قضية المسيح في سجلات روما. يعني حتى الخطاب ده بتاع بيلاطس البونتي لغاية النهاردة موجود في السجلات اللي موجودة في روما. وفي سنة 196 أشار العلامة ترتليان في دفاع عن الإنسان المسيحي أمام الحاكم الروماني في أفريقيا إلى خطاب بيلاطس هذا برهان يتطلب قرار صاد 160. وكذلك القديس يوحنا الذهبي الفم في الكتاب المقدس والآثار صد 8، ده كتاب برضو كما جاء نص الكتاب في مجموعة آباء قبل نيقية مجلد 8 صد 462 إلى غاية 463. وفي فبراير 1892 نشر هذا الخطاب باللغة الإنجليزية في مجلة زيونز واتش تاور، يعني الصهيونية، المجلة الصهيونية. أما في رسائل بيلاطس البونتي إلى سينيكا الفيلسوف الروماني، فقد أفاد الوالي في الحديث عن يسوع ونهاية حياته بالصلب. ففي الرسالة 21 التي حررها بيلاطس، يعني بيلاطس بعت واحد لواحد فيلسوف يقول له عن موضوع الصلب. ففي الرسالة 21 التي حررها بيلاطس يوم الجمعة أثناء المحاكمات، ولما يكون قد تحدد بعد موقف يسوع، كتب يقول: وفي الليلة الفائتة تم القبض على يسوع بمعرفة مندوبين عن السنهدريم اللي هو المجمع بتاع اليهود، تعززهم فرقة من جنودنا. يعني كمان كان معاهم جنود
واليوم انتشرت الأخبار بأنه قد تم الاتفاق بين الحاكم وبين مجلس السنهدريم على حد قولهم على أنه من الأفضل التخلص من يسوع، ولهذا الاتفاق وزنه وأثره، حتى أن كان اليهود الغيرون يكرهون السنهدريم، ومرت حادثة القبض عليه بغير مضايقات زي ما احنا قلنا أنه هو اللي تقدم كده وقال لهم عمن تبحثون، ويسوع نفسه لم يبدأ أي مقاومة. أما أتباعه فقد هربوا، وأعتقد أن معظمهم قد كروا عائدين إلى منازلهم. بعد هذا مضوا بالسجين إلى بيت رئيس الكهنة، حيث قام قيافة مع بعض كبار الكهنة بفحص حتى الصباح. لهذا تجدهم اللي هم الكهنة يمضون في اتهامه بالعمل ضد الناموس بقصد ضمان تأييد الجماهير لهم في الوقوف ضده، مستغلين مهاجمته لهم علنا في الهيكل وعلى رؤوس الأشهاد. وأعتقد يعني بيلاطس بيقول أنهم سيتهمونه بأنه قال أنه هو المسيح المنتظر، مع أنهم لا يملكون دليل على صدق ما يقولون، ولكنهم لم يعجزوا عن الإتيان بالأدلة اللازمة زي ما قال الكتاب طبعا أن هم جابوا عليه أدلة وشهود. أمرت بإرسال أنتيباس باعتبار اللي هو هيرودس باعتباره واحدا من رعايا الجليل يتصرف معه كمخل بالأمن. بدأ نشاطه في ولايته لكنه أعادوا إلي بالتالي، يعني رجعه له تاني. يعني بيلاطس بيقول كل فعلا اللي اتنقل واللي اتكتب في الكتاب، بالتالي برد مهذب يطلب مني أنا أتصرف في الأمر بمعرفتي، لأن الرجل قد قبض عليه في أورشليم. لازال كريتو ينتظر أن أفرغ من كتابة هذه الرسالة كده أحملها إليك، ده اللي مكتوب في الرسالة. وفي الرسالة 22 كتب بيلاطس البونتي لسينيكا يقول أرى لزاما على أن أكمل الرسالة التي بدأت في كتابتها إليك هذا الصباح بعد أن مضى من عندي كريتو رسولا حملة تحياتي، وتفهمت مع ماركوس على جميع الترتيبات العسكرية اللازمة الخاصة باحتفالات عيد الفصح التي ستبدأ في الغد. بعد أن تمت محاكمة يسوع ومواجهته بالاتهام حكمت عليه بالموت صلبا، وتم بالفعل تنفيذ الحكم فيه هو وسنين آخرين سبقت محاكمتهما والحكم عليهما، وكان في انتظار دورهم في التنفيذ. وأعتقد أن هذا درس لازم خصوصا في الفصح ليكون عبرة لكل واحد من هذا الجمع المحتشد هنا، زي ما احنا بنقول فعلا أن الصلب تم يوم الفصح. وكان معتاد تم دفن جسد يسوع في نفس اليوم وقبل حلول السبت الذي يبدأ بعد الغروب، وقد طلب السنهدريم الترخيص لدفنه بعد الظهر، وهذا هو الجو الذي خلى لهم فليفعلوا ما يريدون، وكل شيء انتهى قبل أن يبدأوا احتفالهم بعيد الفصح بالضبط زي ما عندنا. ومن جانب اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإقامة أي حركة قد تحدث، لم تستغرق المحاكمة وقت أن يذكر، وكان الاتهام الموجه ليسوع وإخلاله بالأمن وأعلنه نفسه ملك لليهود، وكان هناك شهود ضده بعضهم رجالنا وآخرون من اليهود، يعني الرومان واليهود مع بعض من كل من الجليل وأورشليم، كما شهد ضد كل من حنان وقيافة وقادة الصدقيين وكل من الفريسيين، لأن معظم هؤلاء لا تهمهم في شيء مقاومة القيصر، مع أنهم الشاطرون الآخرين رغبتهم في موت يسوع. طبعا الجواب طويل جدا بس هروح للشاهد اللي بعد كده. طبعا ديفاين نورمال انتهى وقت الحلقة، ديفاين أختي انتهى وقت الحلقة، يعني صرنا على الأد هلأ على الزيرو، هلأ على الزيرو يعني مداخلت أخونا سام، أخونا سام كمان كبير. الموضوع كبير، المشكلة إن احنا فتنا فخدنا بمواضيع تانية ونسينا الصلب، هذا المشكلة. تفضلي لا يجي أخونا سام، تفضلي عشان ننهي نختم بكلمة روحية. طيب تفضلي ديما. أوكي طب أنا يعني بعد الأدلة اللي احنا قلناها، وطبعا كان عندنا أدلة كتيرة وعندنا الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي هي بتثبت إن المسيح مات هي كتيرة طبعا والوقت مش هيكفي، بس أنا يعني بناء على اللي احنا قلناه النهاردة يا جماعة يعني أثبتنا بالضبط كده إن الكلام اللي محمد قاله ده غير منطقي وغير واقعي، وهو نفسه غير منطقي وغير واقعي وغير حقيقي بل مزيف. كاتب القرآن هو إله مزيف، هو جاي عشان ينكر صلب المسيح وينكر لاهوت المسيح. وطبعا احنا عارفين ان استحالة ان واحد جاي يدعي ان هو جاي يكمل الكتابين دول في حين ان هو جاي باشياء كلها ضد هذين الكتابين، جاي ينفي كل النبوات اللي موجودة في الكتابين دول. وعش كده انا بقدم لكم النهاردة المسيح اللي جه واتصلب علشانكم، المسيح اللي جه علشان يخلص العالم، اللي جه وقال ما جئت لأهلك بل لأخلص، اللي قال أنا جئت لأعطيهم حياة وليكون لهم أفضل، أعطيهم ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، ما قالش إن هو جاي عشان يحطكم في جهنم وما منكم إلا واردها. يعني الضمان الوحيد اللي عند الإله اللي جاي بيدعي إن المسيح ما ماتش وقام علشانك وإنه هو جاء عشان يديك الحياة الأبدية كهبة كده ونعمة منه، هو نفسه بيقولك إنه هو هياخدك في جهنم.
وإن شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق علينا القهر لأملأن جهنم بالجنة والناس أجمعين. اللي جاي عشان يهلكك هو اللي بينكر لاهوت المسيح وصلب المسيح، فهل تصدق المهلك المضل أمكر الماكرين، ولا تصدق اللي جه عشان خلاصك واللي بيحبك واللي أثبت إنه هو فعلا بيحب العالم وإنه هو فعلا الإله القادر القدوس اللي نادى بتعاليم المحبة، اللي جه علشان يديك حياة أبدية؟ يعني هتصدق أنهي واحد فيهم، اللي جاب المعجزات وأثبت بأعماله ألوهيته وقدراته، ولا اللي عجز عن إنه هو يعمل معجزات؟ الحاجة الوحيدة اللي نجح فيها إنه يطوف على نسائه بغسل واحد، لكن المسيح كان يقول يصنع خيرا، ما عملش حاجة لنفسه لأنه أصلا ليه رسالة جاية علشانها فقط، ولأنه قدوس وحيد الجنس، المسيح كان وحيد الجنس، يعني ليس له كفوا أحد، ما ينفعش يعمل الحاجات اللي عملها محمد. ليه؟ لأنه هو الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد، جه من أجل القداسات، جه من أجل صلاح البشرية، علشان ينفع الناس، علشان يحب الناس، عشان لخير الناس، كان بيقدموا ليه العرج والعميان والمرضى بأمراض مختلفة عشان يشفيهم. كان يقول يصنع خيرا، مش كان يقول يضع، اللي بيقول ان انا حطيت الرزق تحت ظل رمحي، يعني حتى رزقه مش على الله، فازاي تصدق واحد زي ده؟ يعني المفروض تبص على الشخص اللي جايب لك الرساله، اللي بينكر صليب المسيح واللي بينكر لاهوت المسيح، ده هو نفسه كمثال مثال سيء، ما ينفعش ان انا اسمع له اي حاجه يقولها، مش بس ان هو ينكر صليب المسيح، هو نفسه كمثال كان مثال سيء، عمل للناس شريعه عشان يمشوا عليها وهو كسرها، وعمل لنفسه هو شريعه خاصه ان هو يكسر بيها الشريعه الاصليه. فانا اصدق ده ازاي؟ الاحل الكذب اصدقه ازاي؟ يعني شوكن يكذب عليا، هو فعلا كذب في موضوع صلب المسيح ولاهوت المسيح، لان هو احل الكذب الوحيد اللي احل الكذب في كل الديانات، هو ده، هو مفيش الا الشيطان. المسيح قال عنه ان هو الكذاب وابو كل كذاب، هذا كان قتلا منذ البدء ولم يثبت في الحق لان ليس فيه حق. فازاي انا اصدق اللي ما عندوش حق وأرفض كلام اللي بيقول أنا هو الحق والطريق والحياة، أنا هو الحق والطريق والحياة، أنا الحياة، أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، ومن آمن بي وكان حيا فلن يموت إلى الأبد، لأن إحنا في القيامة أكيد فينا ناس هتكون عايشة ودول مش هيموتوا أبدا، لأن هنعيش مع المسيح حياة أبدية، هنقابل المسيح ونعيش معاه حياة أبدية. المسيح الوحيد اللي أثبت إنه هو مات وقام عشان يعرفنا إن إحنا كمان لينا رجاء، إن إحنا في هو بس نقدر بعد الموت نقوم تاني، لكن اللي مات ومات ده، اللي مات ومات ده هيقومك انت ازاي؟ كان هو معرفش يقوم، سابوه 3 أيام وعفن ولم يرفعه الله ولم يمنعه من التعفن، يعني انت رجاءك فيه ايه؟ ده اللي ميت وهم ميتون، تسيب اللي بيقول انا حي وانتم ستحيون وتروح ورا الميت وهم ميتون، والضمان الوحيد اللي هو ضمنه لك جهنم، ما منكم الا واردها، كلكم رايحين جهنم، لكن الجنة مش مضمونة، وهو نفسه مش ضامنها لنفسه إلا أن يتغمدنا الله برحمته. يعني لو هو كان موجود أيام المسيح بالأعراض اللي عنده دي اللي ادعى أن هي أعراض وحي، كان المسيح شفاه منها، لأن المسيح كان بيطرد الشياطين ومحمد كان متلبس بالشيطان وكان بيرقى منه في مكة. فهو المسيح الوحيد اللي ممكن يخلص، المسيح هو المخلص، ليس اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص، يعني ما فيش غير هو اسم المسيح. والصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن فهو قوة الله اللي أثبت بها قوته على الموت، واللي محدش سبقه فيها ولا بعدي ولا قبلي يقدر يقيم نفسه. المسيح هو الحي القيوم، هو الحي الذي قام من قبل، هو قام وحي إلى الآن وإلى الأبد، وهو اللي هيجي ويدين. يعني أنا بطلب وبصلي علشانكم، علشان عايزين نخلصكم من الشيطان الموجود في الإسلام، الشيطان، وبقولها بعلو صوتي كده، اللي موجود في الإسلام ده هو الشيطان، وإحنا مهمتنا هنا أن إحنا نصحك الشيطان عشان نخلصكم منه. إحنا مش أعداء للمسلمين، إحنا بنحب المسلمين وعايزين نساعدهم أنهم يتخلصوا من الشيطان عشان يعيشوا الحياة المقدسة بتاعت السيد المسيح. شكرا لكم. شكرا اختي. اخونا الحبيب سام، باختصار كلمه روحيه بعد اذنك، تفضل. باختصار كلمه روحيه، يعني مفيش مداخله.
طيب لانه انت قطعنا الوقت بسبع دقائق، يعني هلا صرنا سبع دقائق اكسترا ومداخلتك كمان خمس دقائق و... طيب تمام، للاسف توقيت الحلقه هيك، توقيت الحلقه هيك، شو بعمل؟ طيب تمام، هو بس الكلمه الروحيه هيكون بس ايتين او اربع ايات من كتاب من القران بيعضدوا كل ما قلناه اليوم، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذي الذين اختلفوا فينا في شك منه مش عارف، وبعدين بيقول لك بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذا كنت تؤمن بأنه رفعه الله إليه، إذن المسيح حي وعند حضرتك كل نفس ذائقة الموت، وإله الإسلام عنده نفس، إذن إله الإسلام نفسه ميت أو هيموت، المسيح رفع حيا. فللأسف الشديد أخويا المسلم القرآن بيقول إن الله نفسه مؤلف هذا القرآن ميت أو مات أو مات أو سيموت، أو لأن له نفس وكل نفس ذائقة الموت، لم يتجسر لم يتجاسر أو يتجرأ هذا الإله أن يقول أن المسيح مات. هو قال إن المسيح رفعه الله حيا، فهذه كارثة. يا ريت حضرتك ترجع لقرآنك وتقرا سوره النساء، بيقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم. اذا كلمه الله القاها الى مريم، واحنا عندنا بنقول ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجد كما الوحيد من الاب. اذا الذي كان موجود في وسطنا، الذي قال عنه يوحنا في رسالته، الذي شاهدناه ورأته عيوننا ولمسته ايدينا، هو المسيح الله الظاهر في الجسد. يجي في سورة النساء 172 يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يا ريت إخواتي المسلمين تاخدوها النهاردة الهوم ورك بتاعكم وتروحوا تدوروا على كلمة يستنكف. ما معنى كلمة يستنكف؟ المسيح لم يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن المسيح لم يستحي، لم يستكبر، ما استكبرش إن هو يكون عبد، ما استكبرش إن هو يتنازل ويتواضع ويأتي إلى بيننا صائرا في صورة عبد، صائرا في صورة إنسان لكي نرى الله الظاهر في الجسد. فياريت حضرتك تسيبك من اللي مات، اللي قال له إلهه أنك ميت وأنهم كلهم ميتون، وتروح على الذي رفعه الله، واتبع الذي رفعه الله إليه. اترك الميت الذي مات واتبع الحي الذي رفعه الله إليه بحسب قرآنك أنت. رفعه الله إليه، المسيح حي، المسيح حي، المسيح أزلي، لأن كلمة الله أزلي، كلمة الله أزلي، والمسيح رفع حيا، إذن هو أبدي. اتبع الأزلي الأبدي وهو المسيح. يا ريت تفكر النهاردة يا أخويا، الدعوة النهاردة ليك أنت، كل اللي سمعني النهاردة الدعوة ليك. فكر وأعبد الحي واتركك من الذي مات، الذي قال عنه إلهه أنه لا يدري ماذا يفعل به. هو بيقول لأتباعه لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، واتبع الذي قال أنه هو الأمس واليوم وإلى الأبد. اتبع الذي وعدك بالحياة الأبدية. وأما كل الذين قبلوه اقبلوا، فقط كل ما عليك أن تقبله. كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. آمن باسم الرب يسوع المسيح الذي رفع حيا، الرب يسوع المسيح الذي رفع نفسه، أقام نفسه، صعد إلى السماوات. اتبع الحي واتركك من عبادة الميت. يا ريت يا ريت اخواتنا المسلمين ارجعوا للقرآن، اقرا كده لماذا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ليه ما تجسرش؟ ليه ما استحاش ولا استكبر ان هو يكون عبد لله؟ يعني هو كان ايه واستكبر ولم يستكبر؟ نعم، دي سارقها من فيليب 2 لما بيقول الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، معادلا لله نفسه. نعم، صورة العبد. يعني نعم، المسيح أصلا مش عبد، ده المسيح معادل لله وهو أخذ صورة الله، وأكيد الصورة تبقى الأصل. إذن هو الله لكنه أخلى نفسه، يعني بنفسه تواضع ونزل وأخذ صورة العبيد زي ملك عظيم لبس لبس
العبيد عشان ما هي الايه بتقول يستنكف يكلم شعبه يبقى ما هي الايه بتقول هو لسه الملك جوه الملابس بتاعت العبيد بالظبط كده. ما هي الايه بتقول ان هو لم يستنكف يعني ما استحاش ما اتكسفش ما استكبرش ان هو ينزل يكون في صوره عبد اخذا صوره عبد. الكلمه صار جسدا وحل بيننا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. الكلمة صار جسدا. الكلمة ألقاها الله إلى مريم. كل دي آيات بتؤكد أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. يا ريت أخوتنا الأحباء فاضل 3500 يا ريت نوصل 100,000. وأشكركم على تعاونكم النهاردة وأشكركم على بجد على تعبكم معنا. ربنا يبارككم جميعا. إذا كان هناك حي وميت فمن أتبع؟ أضع أمامي الحي والميت. من أتبع؟ هل أتبع الذي مات أم أتبع الحي؟ زي ما أقول لكم كل مرة، اترك الميت واتبع الحي. رفعه الله إليه حيا. هو كلمة الله الأزلي. اتبع الأزلي الأبدي واترك الميت الذي مات ولم يترك لنا إلا إرثا قذرا، إرثا حقيرا. كل ما جاء به ما لا يدل على أي شيء من الله. كل ما جاء به لا يدل ولا ينم على أنه كان إنسان سوي، بل كان إنسانا ما قدم إلا حقارة ووضاعة وقذارة للإنسانية. بأذكركم إخوتي وبأذكر نفسي بأن الرب يسوع المسيح قال كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان. اقبلوا اليوم، اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. اقبلوا عطية الله المجانية. أشكرك أستاذ جوب، أشكرك يا ديفاين، بشكر القائمين على كل على القناة طبعا، ولإلهنا كل المجد. أمين أمين. أخونا الحبيب وأختنا الحبيبة ديفاين، شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة الأحباء حبايبي. وفي الختام طبعا وقبل ما نختم حرف، خلوني أنا أختم لكم. وما قتلوه، تصوروا تصوروا كتابنا المقدس التوراة والإنجيل، يقولون إنه صلب ومات وقام من أجلنا، من أجل خلاص. لسخرية القدر بيجي يطلع لك شخص من الصحراء، من قلب الصحراء، أمي جاهل لا يفقه شيئا، لا يقرأ لا يكتب لا يرسم، يقول لك ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، لكن شبه له. نعم حبيبي، مين قال لك انه هن اللي قتلوه واللي صلبوه؟ مين قال لك انه اليهود وقول اليهود ما قتلوه؟ مين قال لك اصلا انه اليهود هن اللي قتلوا او صلبوا المسيح يسوع؟ لا، غلطان. دليل ان اخي المسلم، اختي المسلمه، فتح دماغك وفكر شوي، افتح بصيرتك العمياء. دليل انه كاتب هذا الكتاب الصحراوي لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا، لأن اليهود ما قالوا نحن اللي أتنا المسيح، ولا قالوا نحن صلب المسيح، بل اليهود اشتكوا على المسيح. ومن صلب المسيح ومن قتل المسيح هم الرومان في عهد بيلاطس البنطي، في عهد بيلاطس البنطي حاكم الرومان. وأيضا أحبائي، لو كان هذا الكلام من الله لعرف أن الإنسان يصلب ثم يقتل، وليس يقتل ثم يصلب. كيف يقتل الإنسان ثم يعلقوه على الصليب؟ يقتلوه ثم يصلبوه؟ لا، غلطان غلطان. هذا الكتاب مستحيل يكون من الله، ومستحيل يكون كلام الله. يا أحباء أخي وأختي المسلمة، فكروا، افتحوا بصيركم العمية، مستحيل يكون هذا الكلام من الله وهذا الكتاب. وبنفس الوقت صاحب هذا الكتاب وكاتب هذا الكتاب يقول آتوني، صاحب هذا الكتاب القرآن، آتوني بكتابين، بكتابين أهدى منهما وأنا أتبعهما. أهدى منهما يعني أكثرهم هداية وأنا أتبعهما، الإنجيل والتوراة. الإنجيل والتوراة، ماذا قال الإنجيل والتوراة عن عن صلب المسيح؟ وهل صلب المسيح أم لم يصلب؟ نعم، في الإنجيل يقول الذي حمل هو نفسه خطايانا يا أحباء،
في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. نعم، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. طبعا هذا في التوراة يا أحباء، في أشعياء، أشعياء نعم، وفى إن كلمة الصليب مثل ما قالوا لك الأخوة، عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. نعم، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله بيسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. أنا كل اللي حسكر لكم يا أحباء أدلة أنه صلب المسيح، ومن الكتاب الذي الكتب الذي قال عنه نبيكم الأمي آتوني بكتابين أهدى منهما وأنا أتبعهما. إذن دليل قاطع أنه هذا الكتاب الكتابين هداية ونور لكم ولرسولكم. نعم يا أحباء، لكم ولرسولكم الذي إذ كان في صورة الله ولم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. موت ماذا يا أحباء؟ ركزوا، موت الصليب. وعندما ذهبت النسوة إلى القبر فظهر لهم الملاك وقال للمرأتين لا تخفا أنتما فأني أعلم إنكما تطلبان يسوع المصلوب. يسوع ماذا؟ يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا لأنه قام كما قام هلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه. ركزوا يا أحباء، مع المسيح صلبت، يقول بولس الرسول، فأحيا لا أنا بالمسيح بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه في الجسد الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان. نعم، وكما قال إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في كتابينا، من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. وإن لم تحملوا صليب رب المجد يسوع المسيح لا تستحقوه، بل تستحقوا الشيطان إبليس الشرير الذي أخذكم ويأخذكم وسيأخذكم إلى الهاوية. ويقول رب المجد يسوع عن إذن ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة، يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه. ركزوا، ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. نعم أحباء، ليس هو ها هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلمناك وكلمنا كنا وهو بعد في الجليل قال إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب، قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة. نعم، إن أراد أحدا أن يأتي وراءه فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. نعم يا أحباء، هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. إذن في النهاية مثل ما قال السيد المسيح سنقول لكم نحن كمسيحيين وأبناء السيد المسيح، يا أبته اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لا يعلمون ماذا يفعلون ولا يعلمون ماذا يتكلمون عن إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حينما قال ما قتلوه وما صلبوه لا شبه لهم. لا أحب الله، صلبوه وقتلوه ولكن سحق الموت بالموت وأعطانا السلطان أن نسحق الموت بالموت. نحن وإن متنا فسنحيا مع رب المجد يسوع المسيح. أحبائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم، ونلتقي يوم الخميس القادم بحلقة جديدة من برنامج قضايا مصيرية وبعنوان جديد. ربنا معكم جميعا، اذهبوا بسلام، رب المجد يسوع المسيح.